السلام عليكم باشمهندس ياسين. باشمهندس ياسين اونلاين، اهلا بيكم. سامعيني كويس؟ طيب احنا كنا واقفين يا جماعه ان شاء الله على المحاضره اللي فاتت يا باشمهندس ياسين على كنا بنفرش بلوكات. اهلا بيك باشمهندس احمد، هندسه. كنا واقفين عندنا، كنا ايه اخر فايل عندنا، نفتح كده بسم الله. بيني وبينكم طبعا انا اشتغلت النهارده كده شويه على الملف، قعدت النهارده كنت بتسلى كده شويه، يمكن كنت قاعد بقى ايه في المكتب كده رايق، فايه قعدت بصيت عليه شويه. لكن طبعا ايه الزيادات دي او التعديلات دي انا ايه ببص عليها لنفسي بعدين، يعني لما طبعا انتوا معاكم لازم امشي الخطوات كلها بالكامل عشان يبقى الورك شوب مظبوط، يبقى انت بتابع معايا خطوه بخطوه وشايف كل اللي بيحصل بالظبط، وشايف نقاط القوه ونقاط الضعف، تبقى شايف المشروع بتاعك من ايه من البدايه، وبتعرف تعدله ازاي، ولو في اي مشكله تقدر تتصرف بيها ازاي. بنفتح الفايل بتاعنا، تمام اهو. طبعا هنا بقى في مشكله بتظهر عندك الحاجات دي كلها، المشكله دي على فكره هتقابلك في الريندر في الاخر، دي بعض الناس بيكلموني عن المشكله دي برضو، كويس حاجه ظهرت اهي قدامنا. missing external file، تمام، missing external file. ايه بقى missing external files دي؟ معنى كده ان في عندك بعض البلوكات الماتيريال بتاعتها مش موجوده، تمام، دي بقى مشكله. يعني في بعض البلوكات الماتيريال بتاعتها البرنامج ما قراهاش. ليه؟ يعني انت لو بصيت فوق هنا كده هتلاقي في اللانجوج، اللغه مختلفه، هو مش عارف يقراها، تمام، بخصوصا لما تجيب حاجه من المواقع الصينيه او كده، فبتلاقي بص هو مش شايف الماتيريال دي، هو مش عارف يقراها. يعني الماتيريال اللي حضرتك حاططها لي دي انا مش شايفها يا باشمهندس، او انا مش عارف اتعامل معاها. نفس الموضوع هتلاقي برضو بقى ايه مجموعه ماتيريالز، بص رموز غريبه كده. طب ايه المشكله بقى في دي؟ المشكله ان الحاجات دي لما تيجي ترندر هتطلع لك من غير ماتيريال. المشكله ان الحاجات دي من لما تيجي ترندر هتطلع لك من غير ماتيريال، اوكي؟ طب الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها لازم حضرتك تظبطه، تظبط الخامات دي كلها او تغير الاسامي او تتعرفوا المسار بتاع الماتيريال. دي رساله بتظهر كتير قوي في الشغل، بعض الناس بيسالوا عليها، فلازم اعرف ان ميسنج في حاجه هنا من الماتيريال مفقوده. الاكسترنال فايل، اكسترنال هي المقصود بيها الملوكات الخارجيه اللي انت جايبها بره برنامج الماكس، تمام كده يا باشمهندسين؟ فالرساله دي بتظهر، هنسيبها دلوقتي مش هنتكلم فيها، هنعمل كونتينيو عادي. وهنبقى برضه ايه هنا رساله ثانيه، في بعض الناس بيفتكروها ان هي فيها مشكله، بيقول لك في ايزوليشن. انت اخر مره حضرتك كنت عامل ايزوليت كنا خافيين طبعا، حاجه تقول لك خد بالك انت عامل ايزوليت، يعني بس دي مش يعني مش ايرور او مش خطا، هو بس بيعمل لك ايه انتباه تنبيه، خد بالك ان انت عامل ايزوليشن، عشان ما ايه ممكن واحد يفتح الملف كده او المشروع يقول لك ايه ده انا كل اللي عملته راح، تمام. لا هي مش راح ولا حاجه، هو الراجل بينبهك بيقول لك خد بالك انت كنت اخر مره عامل ايزوليشن، تمام، او عامل ايزوليت للعناصر، فما تفتكرش ان شغلك ضاع او شغلك اختفى، تمام كده يا باشمهندسين؟ عشان في بعض الحاجات الناس بتبعت الرسائل دي يقول لي ايه باشمهندس الحق ده انا مش عارف حصل ايه، باشمهندس جيت افتح المشروع بتاعي ما لقيتش الشغل اللي انا عملته. فالحاجات دي كلها تريكات بسيطه قوي، لكن بعض الناس بتبقى بالنسبه لهم مشاكل، بالذات لو هم لسه مبتدئين في برنامج ال 3 دي ماكس، اوكي. فهو بس بيقول لك خد بالك ان انت عامل ايه، ها وان اور مور، يعني في اوبجكت، تمام، او اتنين او اكتر معمول لهم ايه ايزوليتد حاليا يعني. فانت لو خدت بالك حتى علامه الايزوليت تحت اهي، وهنا هتلاقي في حاجات مقفوله كتير قوي، فكل ده ما ايه من الايزوليت، هقول اوكي خلاص انا خدت بالي وعرفت. عفوا يا باشمهندسين. طيب تعالى بقى نشوف اللي احنا كنا عاملينه. احنا اخر حاجه كنا شغالين في البلوك بتاع الركنه، تمام، اللي احنا عاملينه ده كده اهو زي ما انتم شايفين، اوكي. ده كان البلوك اللي احنا كنا جايبينه بنظبطه على الارضيه بالسجاده بالحاجه بتاعته كلها، هو كان بلوك غرفه كامله، وكنا بنشوف طبعا بنتابع هنا مع الميجرمنت او الميجر المقاسات بتاعتنا، خلاص اوكي ماشي. فقال لك الميجر بتاع ده، طبعا احنا الميجر خد بالك هو قايس، بقول لك 2 متر 74، واخد كل الايه الغرفه كلها. لو انت عايز تظبط ابعاد مظبوطه فانت لازم ساعتك تعمل الجروب ده اوبن وتبتدي تشوف المقاسات بتاعتك. يعني مثلا تعالى على الركنه دي كده، يا ترى ارتفاعها قد ايه؟ يا نهار ابيض 34 سم، ده ايه ده؟ ده ركنه اطفال، ما ينفعش طبعا الكلام ده، 34 سم ده قليل جدا جدا جدا، ده مش ركنه خالص يعني، ده مش سيستم ركنه خالص، لا المفروض الركنه دي تتظبط بقى شويه، اوكي، لان احنا عملنا سكيل على الكتله كلها، فالكلام ده مش نافع. فلازم بقى بعد اذنك بقى معلش ستوب كده، لازم اظبط ليه السكيل بتاعي، تمام. فلازم اظبط السكيل بتاعي بتاع جزئيه الركنه دي كده، ممكن اقفل بس الارضيه او مش مهم الارض تقفل، وابتدي اظبط بقى وانا باصص للميجرمنت هنا. الركنه دي ارتفاعها تقريبا بيبقى حوالي 50 ل 60 سم، فالمفروض ازود كده الارتفاع، تمام اهو بالسكيل، تمام كده الركنه بتاعتنا ماشي بيوصل كده 48، انا بوصل 50، ممكن اوصل 60، ماشي ممكن اوصل 70 سم كمان، 65 سم اعتقد معقول قوي،
كويس جدا تمام كده يا باشمهندسين. فانا كده وصلت بيها لكام؟ لحوالي 65 سم اهو في الزد اهو، شايفين كده الزد اهي تمام؟ اوكي؟ فانا كده عالجت المشكله دي عندي. ده طبعا كانت مشكله ممكن تعمل لي مشكله كبيره جدا. طب الكرسي برضو اللي هناك ده ارتفاعه قد ايه؟ يعني 54، لا ممكن نزوده برضو كمان شويه لفوق، حاجه بسيطه كده ماشي؟ يبقى مثلا 60 سم ولا حاجه. الباف ده ممكن اعتقد 20 سم معقول، مش محتاجين نزوده ولا حاجه. في عندنا حاجة تانية ممكن تحتاج زيادة؟ ما اعتقدش ان عندي حاجة تانية ممكن تحتاج زيادة، خلاص احنا ظبطنا الكراسي والحاجات دي كلها. ممكن برضو حاجة تانية، ممكن اللامب دي نازلة قوي، عايز اطلع لفوق شوية، نحركها لفوق شوية كده عشان توصل للسقف تمام. اعتقد مساحتها كده او مكانها محتاجة توصل للسقف كده فوق، ودول محتاجين برضو يتظبطوا ان هم يطلعوا للسقف فوق شوية. تمام، نبتدي نطلع برضو للسقف كده ونبتدي نظبط الايه الابعاد بتاعتنا زي ما انتم شايفين. كل ده بظبطه بالميجرمنت زي ما انتم شايفين هنا كده. طب انا خلصت الكلام ده كله، هقول له بعد ممكن برضو في حاجه ثانيه عشان ممكن تكون ايه في السكه بتاعتنا برضو واحنا شغالين. ممكن يكون برضو الركنه دي مع الترابيزه دي كده خلاص بالله عليها تمام، الجزئيه دي كلها كده ممكن ايه نعمل لها مثلا سي تحريك لورا كده شويه تبقى على الحيطه. عفوا احنا في حاجات نسيناها. طب احنا ممكن نعمل حركه ألذ شويه، ممكن ده كده نعمل لها ايه هايد، راحت فين اهي اوبجكتيف دي كده نخفيها كده شويه عشان اعرف بس اعمل سيلكشن كده بالراحه تمام. وباخد سيلكشن كده بكنترول عادي تمام، بس بهدوء عشان ما اخدش اي حاجه ايه زياده انا مش محتاجها تمام كده اهي. اوكي، واقدر ارحلها كده لورا شويه على اول الايه البلوك، عفوا على اول الايه برضه كله بيتحرك مع بعض، انا مش عايز كله مع بعض، انا عايز بس ايه دي فقط برضه مع بعضها ماشي خلاص مش مشكله. نشوف الدنيا بتاعتها دي هتبقى ظابطه ازاي بعد شويه. المهم كده خلاص خلصنا، نقول له كده ايه اعمل كلوز بقى للجروب ده. خلاص انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي تمام. خلاص ده كده ظبطنا تقريبا الجزئيه بتاعت الايه الركنه دي كده. نفتح بقى ايه الجزء اللي احنا قفلناه بتاع السجاده ده. صح فين عايزين نطلعه؟ بسم الله اهو ده كده اللي هي الارضيه بتاعته او السجاده بتاعته دي، ممكن نبقى نظبطها دي ما فيش فيها مشكله خالص باذن الله. طيب كده ظبطنا الحاجات دي كلها. طبعا بعد موضوع السكيل اكيد الارض باظت، يعني انت لو جيت تبص هنا كده هتلاقي الدنيا عندك باظت شويه. باظت من ايه؟ ان لازم تعملها الاينمنت على ايه الفلور بتاعتك الارضيه بتاعتك. طبعا الارضيه هنا بصراحه انا شايفها كبيره قوي، ممكن نصغر الارضيه دي شويه، يعني مش معقوله كده اوفر قوي، ممكن نخليها بس يعني حتى لو 10 سم حتى تمام. طبعا هي في الواقع 30 بس انا ما عنديش مشكله دلوقتي في الواقع، انا دلوقتي بعمل عندي المشروع بتاعي. طبعا الكنبه دي اللي انا عملتها او الركنه اللي انا عملتها دي انا محتاج برضه اعمل كده اوبن جروب تاني واخد الركنه بس لوحدها ماشي مع الرجول بتاعتها دي والكرسي تمام. بقول له دول بعد اذن حضرتك انا عايز اعمل لهم ايه الاين على او من غير الاين حتى، لو خدت ده كده لان هم نازلين قوي اطلع بيهم كده لفوق. بص كده نزلوا ايه لما عملت سكيل زادوا معايا، فانا ظبطتهم كده على الايه القاعده بتاعت الايه الركنه زي ما انتم شايفين كده بالظبط تمام. والكرسي بتاعنا ده كده نقدر نعمل له الاينمنت بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها على الارضيه دي كده اهي. ابتدي يظبط معايا ولا لا بعد اذنك؟ انا هنا في الواي، هقول له اظبط لي في الواي فقط تمام، المينيمم على الماكسيمم. اوكي وشكرا خلصنا كده. في حد في الويتنج؟ لا كله كده تمام. اوكي ماشي خلاص، ادي كده شويه تعديلات بسيطه بس عشان نظبط الحاجات دي ما يبقاش فيها مشكله وكل دين عندنا بقت ايه. وعليكم السلام باشمهندس هنا، اهلا بيكي. ونقفل الجروب تاني تمام. خلاص كده ايه بالنسبه لايه لجزئيه الركنه بتاعتنا اللي احنا كنا بنظبطها. طيب حلو قوي، نرجع بقى نشوف بقيه الحاجه نعمل كده اند اند ريزولوشن. خلاص اعتقد كده احنا جزئيه الركنه دي انتهت بالنسبه لنا، وكنا فاضيين فاضل لنا كام حاجه بقى. فاضل لنا كان الاضاءه صح، بلوكات الاضاءه نعمل كده ايه اند ايزوليشن تمام. اند ايزوليشن ماشي. اوكي في سفره كنا حاطينها بره فاكرينها؟ طبعا ده كله خد بالك الحاجات دي كلها تبقى متقله على البرنامج تمام. فانا ممكن اشيل السفره اللي بره دي خلاص كده مش عايزها، ديليت كل حاجه بقى انا مش محتاجها، ممكن اخفها من البرنامج بحيث ان انا ايه ما يبقاش عندي
مشاكل في الشغل بتاعك. ده الجزء بتاع اعتقد ده الجبسون بورد تقريبا، ده الجزء اليسار. ماشي، جميل اهو، كويس جدا، تمام. طب انا كده ببص كده من فوق كده من ال ده، ايه ده؟ في حاجه انا منسيها، ده بلوك بتاع ايه ده؟ اه دي مرايه على فكره، احنا كنا حاطينها كويس قوي، احنا كنا لسه نسيت البلوك ده خالص، نرجع بيه كده ورا ونبتدي نحطه في المكان بتاعه. السقف ده انا سايبه عندي فقط لان انا عليه الجبسون بورد، سوري هو الجزء الجبسون بورد عليه السبوتات بتاعته، تمام. طب ببص كده من فوق اشوف الدنيا عندي عامله ازاي، اعتقد كده الدنيا الى حد ما مظبوطه، ماشي. يعني ما عنديش ادنى مشكله دلوقتي حاليا، عندي الدنيا تمام. ممكن اجي من فوق هنا كده احرك الكراسي دي كده شويه، اضمها على هنا، المساحه دي كبيره قوي، تمام. يعني اعتقد كده الدنيا الحمد لله ما فيش عندي مشاكل باذن الله. خد بالك ان في لسه حاجات هتبان وانت شغال، ماشي. يعني لما تيجي تحط الكاميرات وتيجي تبص جوه هيبان معاك بقى تفاصيل اكتر، حتى كل ده حتى الان حملنا نص حاجات وخلاص، كل ده احنا عاملين نص في حاجات وخلاص، لا اكثر ولا اقل. المهم سيب التعديلات دي في الاخر، تعالى ناخد المرايه اللي احنا ناسيينها دي كده، ده بلوك مرايه، تمام. ممكن نعمل له جروبنج كده اهو، صح. لا هو مش جروب، احنا نعمله جروب كده ونسميه ميرور. انا طبعا بسمي الحاجه دي عشان يبقى اعرف اوصل لها، يعني ميرور، تمام، عفوا، اوكي ميرور، اوكي ادي جروب. ابتدي اظبطه ارجعه بقى كده لمكانه. احنا كنا عايزين نحط مرايه فين فاكرين؟ كنا عايزين نحط مرايه جنب السفره في الحيطه اللي في الوش اللي هناك دي كده، يعني انا بصيت هنا كده ممكن اخد دي خلاص مع الحيطه اللي هو الجبسون بورد ده، سوري البنوهات قصدي، مع ده واقول له كده ايزوليت. وكنا عايزين نحط مرايه في الجزء ده كده هنا اهو في الحته دي، لو انتوا فاكرين كده كنا مظبطين الموضوع المرايه دي على كده. هبص على الميجرمنت، مش عارف ليه عامل كح النهارده في ايه، يمكن عشان بنقوم بدري، بنزل الساعه 6 الصبح فالواحد بيبقى مستوي شويه. اه هنا بص 4 متر، يا اوفر قوي، تمام اوفر قوي. الاول هعمل لها روتيت، تمام، اظبطها كده عشان تبقى بالعرض كده، تمام. بعدين بدي اعمل لها سكيل، 4 متر دي اوفر قوي، يعني انا مش عارف ليه 4 متر ليه، يعني مرايه ايه دي، تمام. متر لا نصغر تاني، 2 متر نصغرها اكتر اكتر اكتر، تمام. احنا عايزين مرايه تكون صغيره، اه ممكن تكون متر مثلا كده، اه كده معقول. وبعدين نشوفها على الواقع بتاعها في البلان، نسقطه كده هنا اهو، وهنزل بيها على الجبس كده زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنا اظبطها على قاس الجبس عندي بالظبط، يعني هنا برضو ايه بوسطنها كده، وشوف بقى انا محتاج سكيل برضو تاني، بصغر السكيل بتاعي كده كمان، اعتقد كده ممكن تكون مناسبه قوي، واظبطها كده وسطنها تقريبيا، وكده اعتقد الليفل بتاعها معقول. ممكن اظبطها بقى مع مستوى السفره او كده، او مستوى الاباليك زي ما انت عايز، اعتقد كده الدنيا ايه مقبوله. المرايه بتاعتنا بتاكد من فوق، بلاقي طبعا هي مرميه فين، اهي لا ما ينفعش، لازم اخدها ورا كده واثبتها على الحيطه بتاعتي. اه عندي هنا بقى مشكله ظهرت برده كمان اهي، ان الجبس داخل جوه الحيطه، فاهمني، الجبس داخل جوه الحيطه، ماشي. فالجبس ده محتاج يتحرك لبره، ماشي، الجبس ده محتاج يتحرك لبره. الله يسلمك يا باشمهندس هنا، الله يخليك، الجبس ده محتاج يتحرك لبره عندي. المهم عندي المرايه دي كده سقطها لحد الحيطه اللي هي ده الجزء بتاع الحيطه، انا طبعا مش شايفه من شغل الجبس، لكن الجبس ده محتاج بقى يطلع بره كده زي ما انتم شايفين، ادي الجبس بص داخل جوه الحيطه، فطبعا لازم يظهر لبره، فانا محتاج ان اطلعه للخارج. فطلع الجبس كده اهو، فين الحيطه بتاعتي اللي هو اللون الاخضر ده اهو كده، ده اللي ادي الجبس، الجبس بتاعي او البانوهات خلاص كده اوكي. وده المرايه بتاعتي فين اهي، برضه هسقطها على نفس الليفل ده كده. الحاجات دي بتفرق معايا عشان الاضاءه والانعكاس ما يبقاش فيه جاب او فراغات للحيطه. برضو الجبس اعتقد محتاج سنه صغيره قوي عشان يبقى على الحيطه بالظبط اهو، ده خبط الحيطه، تمام. يبقى انا كده ظبطت الجبس بتاعي، طبعا واضح ان الجبس كله محتاج ظبط بقى، يعني كده ايه كده بقى ظبط على الحيطه بالظبط. انا ممكن افتح الايه، نقفل الميجرمنت، نفتح الجبس كله، اعتقد ده كل الجبس تقريبا، تقريبا هو ده كل الجبس، اه تمام. هتلاقي هنا بقى كل ايه القصه دي كلها ايه كده اهو، كل ده هيطلع ايه بعيد عن الحيطه كده،
تمام، لان هو جوه الحيطه مش باين، فطبعا لازم يطلع بره. ادي حدود الحيطه اهي كده بالظبط. تمام، نظبط الجبس بتاعنا كله واحده واحده كده. كده خلاص مظبوط. تعالى على الجبس هنا، ماشي، فين الموف بتاعه. طبعا ممكن اعمله الاينمنت بقى والكلام ده كله، بس انا ما عنديش مشكله ان هو اوريدي خلاص انا مثبته على اركان الحيطه مظبوط. لو جه ملي جوه الحيطه يعني مش هيبوظ الدنيا ولا حاجه يعني. هنا برضه هو جوه الحيطه كله، فاقول له لا بعد اذنك معلش اطلع كده بره. وبحرك طبعا، بتحرك على محور واحد يا جماعه عشان ما تبوظش الدنيا، ما تحركش اكس واي وزد، لا بتحرك بس على محور فقط اللي انا بشتغل عليه، بتحرك في اتجاه واحد بس عشان احافظ على ارتفاع ومنسوب الجبس عندي. هقول لك حاجات بسيطه جدا، شويه حاجات كده رتوش بسيطه بتقابلنا في الشغل، وارد يعني، دي حاجات بتبقى وارده في الشغل بتاعنا، بس الحمد لله حاجات كلها بسيطه بنقدر نعالجها بسهوله. تمام وبسيط. معلش يمكن انا بحب الدقه شويه في شغلي، تمام، لان انا يعني دايما يعني انت عارف دايما لما يكون واحد مهندس غير ما يكون يعني، مش طبعا مع كل احترام وتقدير للكل، بس المهندس بيبقى دايما بيهتم بالتفاصيل قوي قوي يعني، دايما بيهتم بكل حاجه، وبعدين لما تكون كمان انت بتنفذ شغل فبتقابلك مشاكل كتيره، فالمشاكل دي بتحاول تتلافاها في التصميم في الاول. تمام، يعني انا في الواقع في الموقع لما ببقى شغال بيجي لي لوح لازم اراعي فيها شو ايه التفاصيل كتيره قوي، فلما بيجي لي لوحه فيها مشكله بتتعبني انا في الموقع. تمام، فبحاول ان انا ايه اعالج النقاط دي وانا بعمل الديزاين بتاعي في الاول. تمام كده، اعتقد كده خلاص كل الجبس ضبط معانا. اعتقد في مشكله تانية في الجبس، فاكرين الخط اللي احنا كنا عاملينه عشان السناب ده، فاكرينه؟ اعتقد ممكن نشيله دلوقتي، هو موجود هنا في الجزئيه دي كلها، ممكن نختارهم بقى كلهم كده، الجروبز دي كلها اهي، كل الجروبز دي كده. تمام، اعتقد هم دول كلهم كده تقريبا. بص كده من فوق، ما اعرفش جاب معايا ليه الطقم ده، ما علينا. واعمل كل ده ايزوليت، ماشي، واجي من اي جانب مثلا من الجانب ده كده اهو، واقول لك هات لي الجروبز، اي جروبز من دول كده، اوكي، واقول لك اعمل له ايه اوبن، وممكن اختارهم كلهم يعني، كل مره واحده كده اعمل لهم اوبن واريح نفسي. لا ده مش عايز ده كان ما اعرفش دول، ماشي اوكي، اقول لك اعمل لي الجروبز دي ايه اوبن، وبعدين اختار الخطوط بقى اللي فوق دي كلها، شايفين انا كنت عاملها قبل كده في الكاد الخطوط دي كلها، اقول له ديليت خلاص. تمام، ما عادش في عندي الخطوط اللي فوق دي كلها، اتحلت القصه دي، وبعدين اقول له الجروبز دي كلها يعمل لي ايه ليها كلوز، خلاص الموضوع بسيط جدا ما فيهوش ادنى مشكله خالص باذن الله. من دول كده، والله بعد اذنك اعمل لهم ايه. تمام، كل الحاجات دي كده خلاص، اعتقد هو دلوقتي كده ممكن اقوم اعملهم كلهم بقى جروب مع بعض. ها؟ كلهم، اقول له اعمل لي بقى جروب جديد اسمه ايه؟ اللي هو البانوهات. اقول لك ده بقى ايه؟ بانو. ماشي. خلاص. خلاص كده ايه؟ اعتقد ان الحمد لله حلينا كل المشكله بتاعت الجبس اللي قابلتنا والحاجات دي كلها. طيب في حاجه تاني ناقصانا؟ اعتقد كده ما فيش حاجه تاني ناقصه غير ان احنا نحط الايه؟ السبوتات بتاعتنا، صح؟ في تصميم هنا كنا عاملينه كده في ال 2 دي، راح فين؟ مش باين ليه؟ طيب نبص عليه كده، سيننج كده، في مشكله هنا، كان في حاجه هنا اه ده كده ظهر اهو. عايزين نحط السبوتات بتاعتنا بالتوزيع اللي انتم شايفينها دي كده. تمام، هنروح نجيب سبوت بقى، تعال نجيب سبوت كده، سايف بس اللي احنا عملناه كده، ونروح نفتح عندنا نجيب سبوت من البلوكات اللي عندنا، نفتح كده ماي ورك، اوكي، فين؟ بسم الله، ماكس، عايزين الموديل او الموديلنج عندنا البلوكات، في لايت هنا فين اهو، بسم الله، ننزل كده تحت هتلاقي في سبوت اهو. طبعا السبوت الابيض ده ما ينفعش، خلاص في سبوت التاني حلو جدا، مكتبه اهي، دي مجموعه سبوتات زي ما انتم شايفين كده. ممكن نختار انهي، ناخد المربع ده ولا ناخد ده؟ ده من شغل المودرن على فكره، سوري الكلاسيك اسف، بيحب الالوان اللامعه او الحاجه اللي فيها لمعه، عشان كده بيبقى فيه حاجات مذهبه ومتنكله، فبختار انا ممكن هنا واحد يقول لي طب ما ناخدش ده ليه؟ او ده ليه؟ او ده ليه؟ تمام؟ خلاص؟ لا انا بختار الحاجه الايه؟ اللي فيها لمعه، لان هو بيحب دايما الكلاسيك بيحب الايه؟ اللمعه، فممكن اختار ده او ده. تمام؟ اوكي اختار الايه؟ رقم 4 او رقم 6، اعتقد ممكن رقم 6 كويس. تمام، اللي هو المربع، عايز المدور اوكي مفيش مشكله خالص بالنسبه لنا، لكن اعتقد ان ممكن المربع يكون افضل شويه نظرا لان عندي ممكن جزئيه مربعات كتير في الشغل بتاعي. طيب ده رقم، قلنا رقم 6، نفتح المكتبه بتاعتنا هنا الاوبجكتس بتاعتنا. طب انا عندي هنا كده ممكن
دي ملفات اللي هي رقم 6 اهو تمام، وممكن اخده اوبجكت على طول بكل الماتيريال بكل حاجته رقم 6 اخده كده كوبي واحطه في فايل المشروع بتاعنا يا باشمهندسين. عندنا هنا في البيم ارابيا هنا البروجكت بتاعنا اهو، نعمل له كده كنترول بيست اكليك يمين بيست يعني اهو، ونبتدي جاي ده رقم 6 نرميه فين؟ في المشروع بتاعنا هنا كده، نعمل كده اوكي تكبير للجزء ده ونصغر كده ونسحب الايه البلوك ده كده هنا دراج ودروب هنا نزل اهو هناك اهو حلو جدا تمام كويس اهو. نبتدي نشتغل بقى عليه نوزعه زي ما احنا عملنا في الشغل بتاعنا قبل كده. نيجي بقى هنا فوق اهو ده البلوك بتاعنا ماشي، ده كده البلوك ده مش عارف في حاجه فوق كده معرفش ايه دي اساسا، ايه ده؟ ده تبع ايه؟ ده تبع الزرع مش عارف حاجه كده غريبه جايه تبع الزرع معرفش ايه دي. زرع ايه اللي فيها البتاع دي؟ طب ديليت خالص مش عايزين وجع دماغ لحد ما نبقى نظبط الزرع بقى نضيف حاجه ثانيه. ده كده السبوت اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وده مكانه اهو تحت ده الشكل بتاعه اوكي. نبتدي نوزع البلوك بتاعنا ده زي ما انتوا هنشوف دلوقتي كده. نبتدي بقى نيجي التوزيع بتاعتنا. طبعا توزيع الاضاءه والسبوتات ده موضوع بيبقى ليه شغل وليه فن معين بنبتدي نشتغل عليه. عايزين نجيب فين الكورنيش بتاعتنا؟ كرانيش فين؟ كرانيش 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 بسم الله غريبة مش باينة، المفروض الكرانيش تكون عند الزنا ظاهرة. طب نعمل كده ايه انهايد اول نسر الكل هيقول لك افتح لك كل حاجة فهيبقى المشروع طبعا زحمة جدا ماشي اوكي ماشي تمام. طبعا حاجات بقى الدورز والكلام القديم ده كله خلاص انت ممكن تدلته بقى مش عايزينه خلاص تمام. حاجات ال2 دي بقى كلها احنا ممكن تدلتها انت ممكن ما تكونش محتاجها خلاص اوكي، فممكن في حاجات تدلتها وتشيلها من الشغل بتاعنا وبلوك الفرش دي كلها طبعا هيفضي معاك مساحات كبيره قوي من الشغل بتاع حضرتك. بص كل دي كميه بلوكات اهي ماشي قديمه ممكن ادلت كل ده خلاص هيفضي معايا طبعا وهيعمل معايا شغل كويس قوي وهيخف معايا الملف كتير يعني تمام. ده البارتيشن اللي احنا عملناه، في حاجه ثانيه ممكن تكون مش موجوده بس نشوف كده ننظف الموضوع ده وقت ما نشتغل. انا بس الجبسون بورد اللي هو انا عامله ده كده ماشي مع السبوت ده والاثنين دول عايزهم ايه ايزوليت تمام، عايز ابتدي اوزع عليه السبوتات بتاعتي فقط لا غير. طيب تعال سبوت كده هنا حط سبوت هنا، الجزء ده اللي فيه ستاره ممكن الجزء ده ياخد مني 3 سبوت بحاول اوسطنه كده في النص. طبعا التوسيط والحاجات دي كلها بتبقى في الكاد افضل يعني زي ما احنا قلنا بيبقى الحاجه عندنا في الكاد بنشتغل عليها تمام. انا ممكن الكرانيش دي كمان ممكن ما احتاجهاش، ممكن اعمل ايه اوبن جروب خلاص والكورنيشتين الاثنين دول دي ودي اقول لا انا مش عايزهم انا عايز الجبس بس دلوقتي لو سمحت اقفل الاثنين دول عشان ابقى شغال على الجبس فقط لا غير ابقى شايف. ايوه كده تمام. ادي هنا السبوت فوق اهو ببتدي اسقطه على الجزئيه بتاعت الايه الجبس على طول ماشي اظبطه كده هنا ابتدي اشوف البعد بتاعي بس كده الدنيا كده زي الفل خلاص. لما انا كده حاطط السبوت بتاعي اهو ممكن ارحله يعني هو في الوسط كده معقول ماشي وممكن يكون في النص كده لان الستاره بتاعتي حدودها هنا فانا بوصل المسافه في الجزئيه دي. طيب في برضو حاجه تانية انا بحب اعملها على طول بدل ما حطيت السبوت احط اضاءته على طول مره واحده. ليه؟ لان هنا بقعد اعمل كوبي السبوت ده، انت ممكن عندك 20 او 30 سبوت مثلا توزعه في الريسبشن كله تمام، فبحط اضاءته مرة واحدة بحيث انهم يتوزعوا كلهم ايه في توزيعة واحدة، ما عادش بوزع السبوتات ال 20 30 سبوت وبعدين ما اوزع ال 20 30 سبوت اجي اوزع ال 20 30 اضاءة بتاعتهم، اعتقد ده بيبقى ايه هلك وقت مش مطلوب يعني. فباجي على الاضاءة هنا على اللايت من الكرييت وبخش على الفي راي، طبعا انا شغلي في راي وباخد الايه الاي اي اس اللي هي اضاءة السبوتات وابتدي اسحب اضاءة السبوت بتاعتي كده اهو تمام اوكي. ممكن نشتغل عليه باشمهندس ايمن مش مشكلة يعني مفيش فيه مشاكل تمام، بس هو مخطط المشروع القديم ما كانش فيه بيوت النور مش معمول في حساب سوري بيوت الستاير او بيت الستاره، فطبعا انا ظبطت هنا على بيت الستاره فهمتني باشمهندس ايمان
يعني بيت الستاره ما كانش معمول فيه المخطط بتاع الكاد، ما كانش معمول حسابه، فعشان كده اشتغلت انا هنا على المخطط ده. تمام؟ طيب ده بنخليه كده زيرو، بنظبط الحاجات بتاعتنا، نشوف ده يبقى بعده ايه. ده بس اللي خلاني بس فقط ان انا غيرت الموضوع، يعني انا ما غيرتوش كده، بس هو انا ايه ده اللي خلاني فقط ان انا اشتغل هنا على المشروع على طول. اه طبعا المسافه تختلف، المسافه تختلف تماما بالظبط. تمام، ادينا كده حطيت الاضاءه اهي زي ما انتم شايفين، ادي اضاءه الاي اس بتاعت السبوت بتاعتنا اهي. ماشي، ممكن ننزلها تحت كده شويه. الاضاءه طبعا ما تبقاش جوه السبوت، الاضاءه تبقى على وش السبوت بره كده اهي، معقوله. خلاص ادي الاضاءه بتاعتنا. ماشي، وباخد الاي اس كله اللي هو الاضاءه بتاعت الاي اس كلها مع السبوت نفسه، واعملهم الاثنين جروب. يعني باخدهم مع السبوت واعملهم الاثنين ايه جروب. تمام ماشي، خدهم كده الاثنين مع بعض اوكي، وابتدي اشتغل عليهم. ماشي اوكي، انا خدت ال لا ما خدناش الجزء ده ولا برضه واخدين، لا ما خدناهوش. تمام، يبقى ناخد كده السبوت بتاعي اهو مع الاي اي اس، وطبعا في هنا وش السبوت بتاعنا الازاز اللي جوه الاضاءه. تمام، واخد معاه الايه الاي اس كله موجود عندنا. ماشي، الموديل ده بص كده في حاجه منسيه ولا حاجه جوه. اه ده معانا. ماشي اوكي وهنعمل كل ده جروب كده ونعمله ايه سبوت، يبقى ده السبوت بالاضاءه بتاعته. تمام كده ماشي. طيب حلو قوي، يبقى ده السبوت بتاعي. ابتدي اوزعه بقى زي ما انا عايز، ابتدي كده ايه اتحرك عليه زي ما انا عايز عشان يبقى التوزيعه واحده مره واحده على طول. تمام، طيب تعالى بقى انه ايه نوسط. اه السبوت هنا مش مظبوط عفوا، يبقى كده نعمل ايه اوبن الجروب. تمام، وناخد ايه الاضاءه بتاعته نحركها تكون عفوا نعم. طب نعمل ان جروب، معلش ان جروب كلوز، وبعدين نعمل له ايه ان جروب. ماشي، عشان بس احنا إيه ما خدناش بالنا من الوضع بتاع الاضاءه والسبوت. تمام، طبعا بتظبط الاضاءه على مستوى السبوت بالظبط كده تقريبا، يعني في النص كده، وبعدين ايه ناخد الاثنين مع بعض ونعمل لهم ايه جروبد الاثنين مع بعض. تمام كده، نقول له بقى خلاص ده كده اوكي، ونعمل له سبوت جروب تاني، وده هيبقى ليه السبوت بتاعنا. نبتدي نوزع بقى هنا اعتقد 3 سبوت انف، يعني ممكن اسحب واحد كده لحد اول بيت الستاره. تمام اوكي، يبقى واحد كده ماشي مع الحدود دي، وواحد الناحيه الثانيه برضو على اخر الستاره، برضو باخر بيت الستاره. تمام، برضو نفس الموضوع، يبقى كده هنا في 3 على اي الستاره بتاعتنا، واحد في نص الستاره تقريبا، واحد في اول الستاره، واحد في اخر الستاره. طيب تعالى هنا على باب البلكونه، ممكن اخد هنا ممكن اطلع بيه كده شويه واخليه مثلا سيف الليفل ده كده. تمام، وممكن انزل بيه سنه كده شويه يعني تقريبا، وابتدي اخد ده كله كده المجموعه دي كلها، واعمل لها مثلا برضو كوبي على مستوى باب البلكونه من الاول، يعني هنا على اول باب البلكونه. برضو هنا خد بالك ان هنا في ستاره. تمام، هنا في ستاره، هنا في ممكن احرك ده كده شويه. خلاص، يعني خليت اثنين فوق باب البلكونه فقط لا غير، برضو عشان ايه، لان البلكونه ليها مصدر اضاءه، فممكن اثنين على اول الستاره واخر الستاره، برضو ما عندناش مشكله. طيب تعالى هنا ناخد سبوت هنا كده ماشي، شيفت كده هنا، ناخد مثلا واحد على الاول هنا، والله بابني بكره ممكن يكون هنا واحد كافي قوي، يعني المسافه هنا مش كبيره جدا، فممكن واحد كافي في الحته دي كلها. عايز تحط اثنين براحتك خلاص، لان هنا برضو خد بالك ان انت عندك دلوقتي في هنا اباليك. تمام، وهنا بقى ده كده جزء ده كده هنا، ونعمله كده شيفت نسحب، خلي مثلا ممكن يكونوا هنا 3 بوسطانهم كده، يعني اعتقد كده مظبوطه المسافات. ممكن عايزين ترحلوا عفوا كده شويه، ممكن اخد دول كده يعني حاجه سنه بسيطه قوي. تمام، بعدين اخد ده كده. توزيعه الاباليك بقى انت بتوزعها تقريبيا زي المسافات بالظبط، يعني المفروض في قاعده. طبعا الكلام ده يمكن خدناه الجماعه اللي خدوا معايا انتيريو ديزاين، في قواعد لتوزيع السبوتات. هنا ممكن يكون اثنين كده على الاول هنا واول هنا ماشي، فناخد برضو كده واحد تاني شيفت برضو كده اهو، هنا ممكن يكون في واحد بس، هنا برضو كده شيفت اوكي، وهنا برضو ممكن يكون في واحد بس كده في النص نجيب ده هنا، ممكن احرك ده كده شويه
نزله كده يبقى في نفس الليفل بتاع التاني ده، وشيفت كمان واحد في نفس الليفل. طبعا هنا مضطر ان اوسع المسافه شويه، المفروض ان هو الافضل يكون الاثنين في نفس الليفل، بس ده قدام ده ما اقدرش ان انا بعد منه احط ليفل او احط حاجه تانيه، اعتقد ده كده انف قوي. تمام، او ممكن اخلي ده في الليفل بتاع ده، يعني الليفل اللي هنا ده كده، عشان يبقى فيه سيمتريه في الشغل بتاعي. فاهمين كده يا جماعه؟ يعني ممكن اظبط ده قدام ده كده هنا، لكن يمكن هو شكلا ممكن يكون افضل ان لو اتخليته في الليفل ده هنا. تمام، طيب اخد بقى واحد كده برضو كمان، ممكن اخلي واحد قدام العمود بالظبط كده، وشفت واحد تاني هنا كده في نص المسافة دي. نسحب كده واحد كمان، ده ممكن اجيبه هنا. هنا انا في بقى سيمترية، بس طبعا هنا في يعني المفروض الاتنين يكونوا قدام بعض، بس طبعا هنا ما اقدرش اعمل المسافة دي لان هنا الفروق الابعاد مختلفة عندي شوية. ممكن اخلي ده كده واقول اعملهم لي ثلاثة، انا عملت هنا في الجانب ده اربعة. اعتقد الاربعة دول معقولين، بس محتاجين يتظبطوا شوية. نظبطوا شوية ازاي؟ انا هاخد دي كده لورا سنة. تمام، البحر حوالي 20 او 30 سنتي من البداية، هنا غالبا هتبقى في نص العمود كده. ودي هرحلها كده شوية، يعني دايما ببدأ من الكورنر بسيب حوالي 20 او 30 سنتي من الكورنر للكورنر كده، يعني من بداية الكورنر نفسها لأول الايه السبوت بتاعي. اعتقد كده الدنيا عندنا بقت مظبوطة، ما فيش فيها مشكلة، والتوزيعة اعتقد الحمد لله ما فيهاش مشاكل، ومناسبة جدا وإضاءتها كويسة. أنا طبعا ما كترتش كتير، ليه؟ لأن أنا عندي أوريدي في أباليك في الحوائط، يعني في أباليك وفي بيوت نور، فالموضوع مش مطلوب يكون فيه أوفر قوي، لا الموضوع أعتقد يبقى مناسب أكتر. تمام، لو الأبعاد أو اللي المسافات بينهم تكون معقولة. خلاص ده شكل الايه الجبسون بورد بتاعنا بالسبوتات بتاعته. اوكي، نرجع للجبسون بورد نعمله بقى ايه، نظهر بقى الايه فين الحاجه بتاعته، فين؟ بسم الله، كان فين هنا؟ ده الجبسون بورد الشيب بتاعته، ايوه اللي هي الايه الديكورات بتاعته بقى كده. الحمد لله تقريبا الدنيا مظبوطه عندي في النص، ده جاي هنا ولا هنا. ممكن دي يحتاج شويه بتاع البلكونه، ده يحتاج كده اتحرك كده شويه توسيط المسافه. هنا برضو ممكن نحتاج توسيط شويه عشان ما ابقاش قافل قوي على الستاره كده، المسافه كده تقريبا بالراجع كده. انا بص قافل على الستاره ازاي، فده لازم يتحرك لقدام شويه. تمام، ده وده ممكن نحركهم الثلاثه، او ناخد الاثنين دول كده اتحركوا كده شويه في نص الايه المسافه زي ما انتم شايفين كده. دايما بنوسطن الجبسون بورد في نص الايه، اي سوري السبوت في نص الجبسون بورد، وده برضو ممكن نرحله كده شويه كتوسيط، يعني يبقى ماشي معاهم افضل. هنا يعني ممكن عايزين نتقدمه قدام شويه، هنا برضو نفس الموضوع بنوسطنه، نفس الموضوع هنا كده. ودول برضو ممكن يعني تقدموا سنه كده صغير، ماشي اعتقد كده. والجانب ده مش بطال يعني، كويس ماشي. طيب كده تقريبا خلصنا جزئيه الايه الاضاءه بتاعت، نسيف عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل عندنا باذن الله. حد لاقي سؤال يا جماعه في اللي احنا بنعمله ده؟ حد لاقي سؤال؟ حد لاقي استفساره او اي سؤال؟ تمام ماشي. طبعا هو واخد وقت مش عارف ليه بصراحه، الجهاز بقى له كام يوم، لان فعلا يعني يمكن بقى لي حوالي سنتين تقريبا ما عملتش صيانه للجهاز ولا نزلت نسخه ولا اي حاجه، فواضح ان الجهاز طبعا ظروفه الصحيه او محتاج ايه متابعه شويه، فده ان شاء الله يمكن بس كده ان شاء الله نظبطه باذن الله. طيب الله يعزك يا باشمهندس، الله يبارك لك يا رب. طيب احنا كده خلصنا جزئيه السبوتات، فاضل عندي حاجه مهمه جدا، ان لازم السبوت ادي له اضاءه. تمام، يعني الاي اس ده لازم يكون ليه اضاءه. تمام، او شكل اضاءه. يعني ايه شكل اضاءه؟ في عندي اشكال للاي اس في الاضاءات بتاعتنا، بسم الله، والاشكال دي مكتبه مشهوره والناس كلها عارفاها وموجوده على الانترنت كتير،
لازم الاضاءه دي او ال بدل حطينا بقى الكلام ده كله في حاجه اسمها الاي اس لايت، تمام؟ بيبقى مكتبه موجوده بنختار منها الشكل اللي يعجبنا ويشتغل معانا او يظهر معانا شغلنا بشكل كويس. عندك مكتبه اهي، عندك فيها حوالي 30، في مكتبه اكبر من كده كمان حوالي 30 شكل للاضاءه. ده شكل الاضاءه نفسها اللي انت ممكن تكون محتاجه تشتغل عليه. طبعا هنا في شروط وفي نقاط احنا بنختار بيها، يعني في حاجات انا بختار بناء عليها. يعني مثلا انت عايز اضاءه على الارض ولا لا؟ يعني مثلا هنا السبوت كده، بص هنا اضاءه فوق خفيفه وهنا على الارض مركزه، تمام؟ ماشي. ده حاجات دي يمكن اكتر استخدامها بنستخدمها في المعارض او المتاحف لما احب اركز اضاءه على حاجه معينه. هنا برضو مركزه بس نازله على الحيطه، التركيز على الحيطه مع الارض مع بعد انتشار ضوء كبيره الى اخره، من حاجات كتيره قوي من الاضاءات اللي انت ممكن سعادتك تشتغلها. انا اعتقد هنا بالنسبه لي ممكن يكون مناسب عندي رقم 17 اضاءه على الارض خفيفه، لان انا عندي، خد بالك انا عندي هنا سبوت في الحيطه، فانا مش محتاج اضاءه على الارض قوي لان هو اوريدي السبوت منزل لي اضاءه. فاعتقد رقم 17 هيبقى منور اضاءه كويسه خلاص، فممكن ناخد رقم 17 ده. طبعا انت حر في اختيارك اللي انت عايزه، يعني انت هتختار اللي انت عايزه. اخد كده 17 ده كده كوبي وانزله في ملف المشروع. دايما هتلاحظ انا بجمع كل حاجتي في ملف المشروع، بيست هنا كده. ده بيقول لي موجود، ماشي. ما اعرفش يمكن جبته غلط ولا ايه. طيب اوكي خلاص كده. طيب انا كده بقى ابتدي اجي في البرنامج بتاعي، ابتدي اطبق الشكل ده. هجيب بقى الاي اس بتاعي ده انا عاملهم طبعا معمولين جروب، هجي في الجروب كده وبعد اذنك معلش افتح لي اوبن جروب كده واخد الاي اس نفسه اللي هو ده، تمام؟ الاضاءه بتاعتي فين كان ده ولا ده؟ هو ده. طيب فين السبوت؟ ناخد الاي اس بس، ده الاي اس مش ظاهر عندي موديفايد، ده انت لازم افك بقى الجروب كله. طيب ماشي اوكي، هناخد الجروب ده كده كله نعمل له كده معلش كلوز تاني. ممكن ناخد انهي جروب اللي هو ده ونعمل له كده كلوز، بعدين ناخد الجروب ده كله اي جروب من دول نعمل له ايه؟ ايزوليت لوحده ونشتغل عليه. خد بالك احنا واخدين كله از ان انستنس، فاحنا ما عنديش مشكله في الشغل بتاعي ان انا هدي حاجه واحده بس كده، الباقي كله ايه هيشتغل معايا. اقول له اوبن وابتدي اخد بقى الاي اس لوحده كده اهو، ظهر عندي اهو. اقول له بعد اذن حضرتك انا عايز اديك الاضاءه بتاعتي اللي هي رقمها كام؟ 17. خلاص اطلع كده على الديسك توب. فين؟ لا ده على البي سي، كان هنا هنا اهو. بسم الله. كان المشروع بتاعنا فين؟ هنا وهنا. واقول له بعد اذنك انا عايز الايه؟ ال 17 اللي هو ده. اوكي واوبن. هتلاقي نزل عندك هنا اللي هو رقم كام؟ 17 زي ما انت شايف. هنظبط بقى شويه الاعدادات بتاعته، تمام؟ هشتغل هنا على التمبريتشر درجات الحراره، واقول له مثلا والله التمبريتشر بتاعتي مثلا سي 4000، وهقول لك ان اللوميا او الانستنس بتاعتي 25000. طبعا الناس ممكن تتخض من الارقام دي، ايه الارقام اللي انت بتعملها دي؟ لا الحاجات دي محسوبه يعني معروفه والحمد لله شغالين بيها كتير والدنيا عندنا خلاص، ده من واقع خبره بقى ايه واعدادات الواحد يشتغلها يعني وعارفها. الكرسي ده اعتقد محتاج يترحل شويه. في حاجه تانيه ناقصه يا جماعه كنا بنقول عليها ولا كده خلاص؟ تاني كده خلاص ما عادش عندنا حاجه تانيه في البلوكات محتاجه مننا تظبيط. اعتقد كده الدنيا بقت مظبوطه باذن الله. نسحب ده كده شويه يعني اعتقد يبقى في مستوى اخوه ده، ممكن نجيب اخوه كده كمان شويه. كنترول زد خلاص اوكي تمام كويس قوي. طيب انا كده تقريبا خلصت، انا ما اعرفش لسه حاجه ناقصه ولا لا، بس احنا تقريبا كده خلصنا البلوكات بتاعتنا ماشي. واعتقد ان المشروع بتاعنا دلوقتي اصبح جاهز للشغل بتاعنا. نعمل كده سيف. المشروع بتاعنا اصبح دلوقتي جاهز المفروض، يعني طبقا للشغل اللي احنا عملناه كله المفروض ان المشروع دلوقتي خلاص الدنيا عندي بقت مظبوطه. لكن انا حتى الان انا مش شايف حاجه. يعني ايه مش شايف حاجه؟ يعني انا دلوقتي لازم اخش جوه المشروع من جوه، جوه الريسبشن من الداخل، واشوف بعيني انا، تمام؟ اشوف بعيني انا الشخصيه. لما تيجي ساعتك تعين اي مكان او تعمل اي حاجه، زي ما جبت لكم الفيديو قبل كده، انا صورت المكان وقفت صورته من جوه واتفرجت عليه وبصيت عليه، تمام؟ عشان اعرف اشتغله. فانا حتى الان انا كل ده شغل من بره، لازم اخش جوه اشوف بقى هل في حاجه مظبوطه، حاجه مترحله، حاجه فيها مشكله، حاجه محتاجه مني شويه تظبيط بسيط. فانا لازم اخش بنفسي بقى ايه، ابص من جوه. عشان اخش ابص من جوه بقى انا محتاج كاميرا، تمام؟ انا محتاج، مش محتاج كاميرا كده لا، يعني عشان ابص هنا جوه المشروع بتاعي من هنا، هو الاداه بتاعتي اللي انا اشتغل بيها الكاميرا. هنا لمحت التكييف تقريبا متوصل، عايز يترحل حاجه بسيطه قوي، هتوصل كده بين الاثنين بين البانو، يعني اعتقد كده معقول، تمام؟
طب عشان احط كاميرا بقى وابتدي اشتغلها هقول لك بقى تعالى يا سيدي هنحط كاميرا. تعالى مثلا كده هنا في كان كاميرا كانت محطوطه هنا تقريبا قبل كده صح اهي. سيبك من الكاميرا دي دلوقتي، انا بعتبر ان مفيش عندي كاميرا، وهحط كاميرا معاك من اول وجديد. فين الكاميرا بتاعتنا؟ هات الكاميرا دي كده ديليت. خلاص هبتدي ابص كده عندي اقول لك ابتدي احط كاميرا. طب انا عندي هنا كام قطعه جوه ريسبشن؟ عندي حوالي 3 قطع، يبقى انا محتاج على الاقل 3 كاميرات ماشي. وخد بالك عامه ان انت لما تيجي تشتغل في اي مشروع انت بتتفق او بيبقى الستاندرد بتاعك انك تدي 3 شطات للمشروع بتاعك. عايز تزود اتس اب تو يو، يعني انت حر، انت عايز تاخد شطات بقى كده احترافيه وبتاع ومش عارف الكلام ده براحتك. لكن انا عندي المفروض ان انا اللي هو الستاندرد بتاعي بيبقى عندي 3 سبوتات اوكي. طيب هاخد كده سوري 3 لقطات. تعال مثلا ناخد لقطه من هنا. طبعا انت بتظبط زي ما انت عايز بقى، احط الكاميرا مثلا كده، اخد الايه الجزء ده ماشي. يبقى الكاميرا بتاعتي بادئه من هناك كده، انا واقف هنا مكان الكاميرا كده وبصور الجزء ده كده ماشي. وتعالى ناخد كاميرا مثلا من هنا خلاص، تاخد الايه الركنه مع السفره كده، فهمنا كده باشمهندسين؟ مثلا يبقى انا عايز اخد من هنا سفره وركنه. وممكن نحط كاميرا منين تاني؟ بسم الله، احنا عايزين كاميرا مثلا، ممكن ناخد كاميرا عكس بقى كده من هنا من عند البلكونه كده خلاص لحد مثلا ايه تركز على السفره بتاعتي. يبقى انا كده بالثلاث كاميرات دول ماشي، اللي هي الكاميرا دي جابت لك ها القعده اللي ورا دي مع جزء من السفره، دي مركزه على السفره بالكامل مع برده جزء من القعده من هنا، ودي جايبه السفره مع الركنه بتاعتي بالكامل. يبقى عندي ثلاث كاميرات اهم حطيتهم خلاص، وابتدي اظبط بقى الثلاث كاميرات دول بتوعي. يبقى دول ثلاث شطات، عايز تزود انت حر تمام. خلاص عايز تزود انت حر. باشمهندسة رحاب لا انا استخدمت الفيزيكال كام؟ استخدمت الفيزيكال كام؟ اوكي؟ هي خد بالك الفيزيكال اعداداتها وتظبيطها اعتقد افضل شويه من الفي لاي كام تمام؟ هم طبعا الفي لاي كام ده جديده هم منزلينها تمام؟ هنا في 2017 مش موجوده على فكره، يعني الفي لاي كام هنا مش موجود عندي في 2017 لان شغال 2017، هي نازله في الاصدارات الجديده. بس الفيزيكال كام انا بشوف انها اقوى شويه لان فيها شويه اعدادات بتظبط لي الشوت بشكل كويس. اوكي؟ تمام؟ والله اوكي انت مرتاحه في الفيري كاميرا؟ اوكي اتس اب تو يو، دي حاجه بتاعتك انت ماشي؟ لكن انا هنا عندي في 2017 مش موجود عندي الفيزيكال كام، فبشتغل في الستاندرد على الفيزي على سوري مش موجود عندي الفيري كام، بشتغل على الفيزيكال كام من هنا. تمام هندسه؟ طيب تعالى بقى بنشوف الكاميرات دي منين؟ بشوفها من هنا. من البرسبكتيف فيو هنا بعمل كده اقول لك هات الكاميرا واحد، طبعا انا ممكن اسميهم يعني ممكن اشوف كاميرا واحد دي جايبه ايه وكاميرا اتنين جايبه ايه والكلام ده كله. فانا ممكن اقول لك مثلا كاميرا 1 اللي هي دي اللي احنا حطيناها اول كاميرا، واسميها مثلا اعمل لها ايه رينيم، واقول لك مثلا دي مثلا سي نقول ايه بقى صالون صالون مثلا ماشي حاجه زي كده يعني. الكاميرا الثانيه اللي هي جايبه ايه ركنه تمام، ممكن نسميها ركنه ركنه مثلا كام ولا حاجه عشان بس عارفين يعني كام عشان ما ايه ما نتوهش على الاسم صالون برضو ايه كام تمام، لحسن يكون كاتب انت ايه صالون او حاجه تانية تبقى إيه؟ الدنيا ما تبقاش ملخبطه معاك كام خلاص تبقى عارف ان دي الكاميرا. والثالثه مثلا تبقى ايه سفره او ديننج كام خلاص كده يا جماعه. يبقى إيه؟ عشان بقى عارف كل كاميرا انا عايز اشوف كاميرا ايه من هنا، فاقول لك مثلا ايه اسي اقول لك مثلا هات لي الايه الصالون كام مثلا اهي. ابتدي ابص هنا بقى بص هنا بقى كده تمام. الكاميرا بتاعت حضرتك اللي انت حاططها دي على الارض ماشي، الكاميرا فين؟ على الارض يا باشمهندس. وفي حاجات طايره في السماء وفي حاجات كده بقى. العين بقى تبتدي تظبط معاك انت هنا. فاقول لك الكاميرا اللي هي بتاعت الصالون دي معلش عفوا كده صالون كام اهي ده هنا كده زي ما انت شايف. باجي هنا بقى على الصالون كام دي ابتدي اشتغل عليها، اقول لا ارفع لي الكاميرا دي شويه مثلا متر عن الارض كده ولا حاجه كده بدات الدنيا ايه تظهر معاك خلاص. والتارجت كمان ممكن ارفعه عن الارض برده متر كمان خلاص او متر وربع. انا بشتغل عموما يعني انا بشتغل هنا على حاجه اسمها بيرسون اي، بتبقى من متر لمتر ونص بيبقى في المستوى ده كده خلاص حسب الشوت والحاجه اللي انا عايز اجيبها او اشتغل عليها. حلو ماشي. ونبتدي نظبط الكاميرا بتاعتنا هنا خلاص، ده الكادر بتاعي ماشي، ده اول كاميرا. طب هات لي الكاميرا الثانيه اللي هي الركنه مثلا خلاص، برضه هتلاقي الكاميرا على الارض فجيب الركنه. فين الركنه؟ الركنه كام فين اهي برضه هرفعها كده مثلا، ممكن ارفعها متر وربع ولا حاجه
خلاص كده اعتقد معقوله ماشي مظبوطه كده، مش محتاج ان ارفع حتى لان مركز على الركنه، فانا ممكن ما اكونش محتاج ان انا ارفع الكاميرا. طيب هجيب الديننج كام، اخش برضو كده الكاميرا واجيب لك الديننج كام. خلاص برضو نفس الموضوع، هعمل ايه، هظبط الكاميرا بتاعتي فين، الديننج كام فين اهي، واقول لك مثلا ارفع عن الكاميرا مثلا برضو متر كده ولا حاجه. بص كده الدنيا مظبوطه يعني اعتقد الى حد ما، بس ممكن ارفعها متر وربع ولا حاجه عشان الكرسي ما يبقاش طاغي على المشهد يعني ما تبقاش شايف الايه كده. ممكن ارفع كمان الكادر بتاعها او التارجت بتاعها متر، تمام، يبقى كده اعتقد كده افضل ومظبوط ماشي. طيب حلو قوي، هتبدا تظبط بقى كل الكاميرا لوحدها بقى يا باشمهندسين. تعال بقى كده نظبط الكاميرا بتاعتنا ماشي، نجيب بقى كرشات فوق، ابتدي اجي في الموديفاير بتاعي واشتغل الفيزيكال كام. هقول لك مثلا تعالى انا هشتغل الزوم بتاعي او اللينس بتاعي الفوكال لينس، هقول له مثلا خليه مثلا سي 30 كده ولا حاجه، اعتقد مش مناسب، ممكن اخليه 20 لان عندي مساحه كبيره، فاعتقد كده الى حد ما معقول. طبعا البارتيشن هنا عامل معانا مشكله، البارتيشن محتاج احنا ايه يعني، على فكره انا كنت في الموقع امبارح، موضوع البارتيشن على فكره ممكن ما يكونش فكره سديده لان المساحه صغيره. بص هنا لما شلت البارتيشن بقى الدنيا عامله ازاي، تمام. فموضوع ال البارتيشن ممكن ما يبقاش فكره جيده يعني. خلاص فهنا بنتكلم على الديننج كام اللي هي جزئيه الايه الديننج، هنا قلنا هيبقى عندنا هنا قلنا كام، هيبقى قلنا 20 اعتقد كده. بص الكاميرا فتحت قوي، ممكن بقى نظبط الكاميرا معانا شويه بشكل او باخر يعني، بلاش خليها 30 كده كويس اوكي. وممكن ناخد التارجت بتاعها اللي هو التارجت بتاع الكاميرا ده كده، راحت فين الكاميرا، جريت مننا، ادي التارجت بتاعها. خد بالك انت بتبص هنا وابتدي احرك التارجت ده كده شويه، انا بركز بعمل فوكس على الجزء اللي انا عايزه، واخد بالك انت من النقطه دي. مثلا عايز مثلا ايه الجزء ده بس كده، ممكن ارتكز على حاجه معينه اهو مثلا كده، تمام. يبقى انا ايه تركيزي كله على الديننج او كده مع الجزء الايه من الصالون اللي ورا 30 اعتقد ماشي كده معقول. خلاص طيب بالنسبه بقى الفريم بتاعنا تمام، وهنا عندي طبعا الجزئيه بتاعت البرسبكتيف، البرسبكتيف ده عشان اظبط الزوايا بتاعتي، اقول لك مثلا اوتو تيلت يظبط معايا الشوت بتاعي كده مظبوط اوكي. وهنا عندك الاكسبوجر، لسه الاكسبوجر ده هنظبطه مش بس مش دلوقتي. طيب هات لي الكاميرا الثانيه هنا، ما فينا على الكاميرا انهي، هات لي الكاميرا مثلا اللي هي بتاعت الصالون اوكي. نبص على الكاميرا بتاعتنا كده، فين الصالون بتاعنا اهي، الصالون كام، هنا وظبطه على 20 ماشي، 20 اعتقد معقول مش وحش، ظاهر الدنيا كلها كاشف عندي المكان كويس. ممكن اظبط التارجت بتاعها شويه ان انا احاول اجيب جزء من السفره برضو شويه، ما تبقاش كاسر قوي كده، ممكن احرك التارجت بتاعي برضو بتاعها كده اهو، نحركه مثلا سنه كده ايوه. بص انت بتظبط بقى الكادر بيتظبط ازاي، الموضوع بسيط جدا بفضل الله، اعتقد ان مفيش حد عنده مشكله كده. باشمهندس ابو بكر ماشي، باشمهندس ابو بكر خلاص تنازل على البارتيشن، قال لي خلاص نحذف البارتيشن اوكي حاضر. ده مثلا كادر كده اهو بالجزئيه دي ماشي، ممكن نرجع كده كادر ماشي اوكي خلاص، ونظبط الكادر بتاعنا خلاص كده اوكي 20. ممكن نقول له بقى هات لي الفريمز بتاعتنا واظبط لي الايه الاوتو فيرتيكال، نظبط مع الشوت بتاعي. نجيب الكاميرا اللي بعد كده، طبعا الحاجات دي كلها ده رؤيه عينك انت بقى، بتظبط الايه الشغل بتاعك بالشوت اللي انت شايفه او المشهد اللي انت شايفه. طيب ناخد بقى الايه الركنه كام، نبتدي نشتغل عليها، نقول له برده هنا 20 ولا حاجه كده، كده الشوت معقول. ممكن نرفع التارجت بتاعها شويه، احنا كنا رافعين دي متر وربع، خليها دي مثلا متر ولا حاجه خلاص كده اعتقد افضل ماشي. الركنه كام، هنا كده 20 ماشي، ممكن نخليها مثلا 30 ولا حاجه يعني، برده الشوت مش محتاج يكون بعيد قوي كده تمام حلو قوي. نتاكد نشغل الفريم بتاعنا وبرده نظبط معانا الايه الاوتو فيرتيكال تيلت اوكي تمام، يبقى الشوت عندي مظبوط حلو جدا كده. احنا بدانا نشوف الشوتات بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اللي احنا عملناها. عايز اعمل ايه بقى، عايز اعمل تيست ريندر وابص على الشوتات دي من جوه، عايز ابص على الشوتات دي من جوه، هل الدنيا عندي مظبوطه ولا في مشاكل عندي مشاكل. زي انا مثلا اخدت بالي من شويه كده لو انا باخده على الكاميرا بتاعت الصالون اوكي، ان في كرسي طاير عن الارض يعني، لو خدت بالك هنا كده
هتلاقي الكرسي ده طاير عن الارض اهو، طاير في الهواء ماشي خلاص، فالكرسي ده مش مظبوط. الزرعه هنا اي ثينك انها كبيره شويه، لان في مستوى طبعا ارتفاع الكلام اعتقد الزرع ده ممكن يحتاج يصغر شويه، زي هنا دي برضو كده، بس دي داخله فين؟ ده داخله في السفره كده. فمن هنا هتلاقي شويه اخطاء، انت لما دخلت جوه تبص هتلاقي فيه شويه اخطاء، او مش هنقول اخطاء، شويه تعديلات محتاج تعملها. هنا مثلا في حاجه في البوفيه تقريبا، دي ممكن تكون فوق كده، دي مرايه او حاجه تبقى في نص البانو كده فوق افضل. تمام، في عندك النجفه هنا ظهرت برضو تاني غير دي ماشي، فمحتاج برضو تظبط شويه حاجات كده من جوه. انت جوه بقى خلاص بتبتدي تبص وتشوف اللي احنا بنتكلم فيه. فعندك مثلا كرسيين دول، ده وده محتاجين يتظبطوا، فانا باجي من هنا كده لو بصيت من هنا فعلا طايرين في الهواء هم، شايف يعني هنا بص الكرسي عامل ازاي. الحاجات دي انا شفتها منين؟ شفتها من الكاميرا يعني، الحاجات دي انا ما شفتهاش وانا بحط الديزاين، انا شفتها من الكاميرا. فانا الكرسي ده والكرسي التاني اللي هو برضه طاير شايف اهو، تمام ماشي، ومع الترابيزه اللي نازله في الارض دي كمان بانت اهي مع الارض دي خلاص، وهم عامل لهم ايزوليت تمام اهو. بص كده الدنيا وضحت معاك باينه جدا. يبقى انت هنا بص الكرسي طاير في الهواء ما شاء الله تبارك الله، يعني عارف انت ايه يعني ايه قدره خارقه للكرسي يعني. فبنظبط الكرسي كده نقول له بعد اذنك ايه ارسع على الارض لو سمحت، ده نفس الموضوع تمام، بنقول له كده لو سمحت ارسع على الارض ماشي اوكي. والترابيزه دي برده اللي داخله جوه الارضيه دي ما تنفعش، فبنقول له بعد اذنك اظبط على الارض برده دي كده اهي خلاص، يبقى كده الدنيا عندي ايه ظبطت باذن الله. الحاجات دي شفتها منين وجبتها منين؟ جبتها من الكاميرا بتاعتي لما دخلت ابص جوه المشروع بتاعي من جوه ايه يا باشمهندسين اوكي. طبعا هنا بقى ايه الفاز دي برده باظت معايا مع كده، هبتدي ايه لان انا خدت الايه الترابيزه بس مع الارضيه، فانا هبتدي اقول له بعد اذنك خد بقى الفاز دي كده لو سمحت اعملي ليها اللاين مع الترابيزه بقى خلاص كده اوكي. مش عدلنا الايه الجزئيات دي، الحاجات دي كلها بتيجي منين؟ من رؤيتي من الكاميرا الداخليه بتاعتنا ايه يا باشمهندسين. البارتيشن ده ممكن بقى نحذفه خلاص ملوش لازمه عندنا، نقول له كده بعد اذنك ايه ديليت خلاص مش محتاجين بارتيشن، وبنخف الفايل بتاعنا. طيب ده كده مثلا حاجه ملاحظه. طب الشجر برده والزرع، اعتقد الزرع محتاج مننا برده نبص عليه شويه. الزرع ده هنا من الشط ده كده، اعتقد الزرع دي كبيره شويه ماشي، ومحتاجه تتظبط مكانها يعني، ممكن لو جت كده يمين شويه هتظبط معانا. فناخد الزرعه دي واعمل لها سكيل تمام شويه كده، انا ببص هنا طبعا، انا ببص على السكيل بتاعي وانا شغال هنا، اعتقد السكيل ده مظبوط. ناخد بقى بيت الزرع كله مره واحده، كان في كذا زرع هنا فين، في واحده اتمسحت ودي اهي واحده ماشي، نعمل لها برده سكيل كده، عملنا اتنين سكيل. وناخد الزرعه برده الكبيره قوي اللي جنب السفره دي كده، لان هم كل الزرع كله مقاس ايه واحد يعني كده، صغرت اهي شويه معقوله. في حاجه هنا تاني؟ مفيش حاجه، هم دول بس كده اوكي خلاص. نبتدي برده نبص على الزرع ده ونبتدي نظبطه على مستوى الارض، لان كده عملنا سكيل اكيد طار من على مستوى الارض، عايزين برده نظبطه الزرع اللي احنا عملناه ده تمام مع الارض بتاعتنا. نجي من هنا كده من الفيو ده كده، ناخدها مع ده كده سيلكتد ونعمل لهم ايزوليت تمام اهو. بص الزرع بيه طاير ما شاء الله تمام، نعمل له برده ايه ها اللاين على الارضيه. طبعا امر اللاين بيبقى افضل لنا واسرع لنا بكتير قوي. اوكي شكرا، ده نفس الموضوع برده اللاين مع ده اوكي خلاص، وده برده اللاين مع ده برده كده اوكي. اعتقد كده خلاص مفيش، هم دول ثلاثه بس خلاص كده الدنيا تمام. نبتدي بقى نرجع كده عند ايزوليت، نبص بقى على توزيع الزرع من خلال الشوط بتاعنا هنا كده. طبعا الجزء ده اعتقد ان انا لو جبت الزرعه يمين شويه جنب الكنبه هيبقى افضل يعني كده، لو جبنا الزرعه دي كده تمام اهي اعتقد كده تبقى افضل هنا، تبقى حتى المكان ده ما يبقاش فيه فراغ كده يعني معقوله. ممكن تيجي كمان شويه او ممكن تتلف بقى يعني، ممكن تعملها روتيت تتلف، بس اعتقد كده ايه معقول مش وحش كده كمان شويه خلاص. طيب الزرعه، في زرعه هنا بتاعت الجنب السفره دي، ترجع بقى لورا كده على الحيطه ماشي اهي اوكي، تظبط كده معانا. ممكن ناخد واحده كمان جوه كده هنا يعني، ممكن ناخد دي شيفت كده جوه يعني، احط زرعاي هنا كمان خلاص يعني كنوع من ايه من توزيع كويسه جوه المكان، اقربها على الحيطه كده شويه وهنا كده شويه خلاص، عشان ايه تبقى الدنيا عندنا تمام. في ايه تاني زرع؟ كان في زرع احنا كنا حاطينها هنا باين كده، ما اعرفش فين احنا مسحناها تقريبا. طب ناخد دي كده زرعه ثانيه كده، نحطها لك حاطين واحده هنا كده، ممكن دي نطورها شويه نطلعها جنب الركنه كده خلاص يعني، نطلع دي جنب الركنه كده كايه برضو ايه حاجه كده ايه يعني تمام.
اعتقد كده حتى الان الدنيا ما فيش عندنا فيها مشكله حتى الان بالنسبه للشوط ده. طب نشوف الشوط التاني اللي هو بتاع الركنه. هل في عندي حاجه هنا مشكله في الركنه؟ اعتقد ان عندي هنا مشكله ان الركنه مش جايه على الحيطه، الزرعه مظبوطه بس الركنه مش جايه على الحيطه، يعني واخدين بالكم؟ مش عارف واضحه معاكم ولا لا. شوف الركنه فين، الركنه اهي، بص الحيطه فين. فطبعا ده مش مناسب خالص، تمام؟ يبقى الركنه دي المفروض تثبت على الحيطه كده ورا، اوكي، وهي قصيره برضو. ممكن نعملها سكيل تطويل ونرجعها لورا شويه. احنا ممكن ناخد الركنه دي كده من فوق هنا، باين اهي برضو عندي، بص مش راجع للحيطه قوي. طبعا دي هيبقى وجه القلب شويه، هنحاول نظبطها مع الحيطه، ماشي. الاثنين نعمل لهم ايزوليت. هنا بقى عندنا بقى شويه شغل يا باشمهندسين في النقطه دي. الموضوع ده طبعا هيبقى متعب شويه، ان انا كده اعمل ايه، عايز افصل دي مع دي، احاول اظبط على قد ما اقدر، تمام؟ لان الركنه كده مش هتنفع والسجاده مش هتنفع، خلاص. فانا محتاج اشتغل اعمل اوبن للجروب ده، تمام. اعتقد ان ممكن السجاده بتاعتنا نظبطها شويه على الحيطه، ماشي. كده اوكي. اعتقد انها متوسطه. هو ايه؟ ماشي كده متوسطه، اوكي ماشي. نعمل لها هايد كده، معلش، هايد باي نيم، معرفش اسمها ايه اساسا، هو مسميها ايه عنده، اوبجكت كذا، ماشي خلاص. نخفي الاوبجكت دلوقتي، حلو قوي. وعندك الاضاءه دي برده معرفش اسمها ايه، ممكن نعملها اخفاء دلوقتي، مش عايزينها. والترابيزتين دول، في حاجه تانية ممكن، ايه دي، دول ايه، ممكن نعملهم هايد برده دلوقتي. انا بس بحاول ان انا انظم الدنيا عشان اعرف ايه اختار الركنه والشغل اللي هي لوحدها. يعني ايه ده، كورتين كده والاثنين عاملين لنا موال، ماشي. ابتدي اخد الركنه بس لوحدها كده بالراحه، واحاول اظبطها على الشغل بتاع، نكبر بقى الشاشه كده شويه، احاول اخد الركنه بس سيلكتد كده لوحدها بالراحه، ماشي. عشان بس ما انساش حاجه. والركنه دي نعمل لها سكيل، مش لازم نسبه، انا هكبرها كده يدوي، او ماشي نسبه بس اظبطها في اتجاه واحد كده مثلا. اعتقد كده ممكن تاخد حته كمان، اعتقد كده مناسب قوي. واكبرها كده برضه، اعرضها شويه، اعتقد كده الدنيا 100 100 كمان سنه بس، كده حلو قوي. ورحلها لبره كده سنه، يبقى كده الدنيا ايه، تمام التمام قوي. قفلنا الركنه بالظبط على قد المكان بتاعنا، خلاص. هنا وهنا يبقى طولناها وعرضناها سنه بسيطه قوي. لو بصينا على ابعادها طبعا في الميجرمنت، عشان بس ما يبقاش بالغني قوي في الابعاد، خلاص. يعني الاكس بتاعنا حوالي 2 متر وربع، معقول قوي، 2 متر وربع معقول جدا. والواي بتاعنا حوالي 3 متر ونص، كويس جدا طبعا، ده فرش. والارتفاع 73 سنتي، ماشي، معقول قوي قوي. يبقى كده الدنيا عندنا ما فيش فيها مشكله باذن الله في الفرش بتاعنا. طب نبص على الكرسي ده بالمره كده، كرسي ارتفاعه 60 سنتي، اعتقد لا محتاج يكبر معانا شويه. وممكن هو كده معقول، اكس وواي حلو جدا. اكس ممكن نكبره شويه، نعمل له سكيل على حاجه بسيطه قوي بس كده. والزد بتاعه محتاجين نعليه لفوق شويه، الكرسي ده يعلى لفوق شويه. ماشي اعتقد كده معقول، بس طبعا هو نزل على الارض، عايز يظبط من على الارض المحاذاه بتاعته. اعتقد كده احنا تقريبا عدلنا النقطه بتاعتنا. نعمل بقى كلوز جروب ونرجع كل حاجه زي ما كانت، ماشي. فين بقيه حاجاتهم اللي هم زعلوا مننا احنا قفلناهم؟ ايوه بقيه الحاجات دي كلها، خلاص كده الدنيا ايه، بقت معانا مظبوطه الحمد لله. عايز بقى السجاده تصغرها شويه براحتك برضو، يعني عايز تضم السجاده شويه، دي حاجه ترجع لك انت، مفيش فيها مشكله باذن الله. اتمنى الناس تكون ايه متابعه معانا وفاهمين احنا بنعمل ايه او بنظبط الدنيا ازاي. الكرسي طبعا نزل على الارض اهو، ده محتاج يتظبط معانا شويه، تمام، لان كده نزل تحت مستوى الارض. فاحنا برضو هنعمل كده ايه، اوبن تاني للجروب ده، ماشي. نعمل له كده اوبن، تمام. وناخد الفلور بتاعتنا فين، الارضيه بتاعتنا فين، بسم الله، سيلينج، صح. وناخد بقى الكرسي ده اللي احنا عملناه ده كده، ونعمل له بعد اذنك برضو الاين على الارضيه بتاعتنا، خلاص شكرا، بس كده خلاص. ونعمل كده كلوز للجروب بتاعنا. اعتقد كده احنا ظبطنا الحمد لله
الجزئية بتاعتنا دي، فممكن نيجي بقى من هنا نتفرج كده ونشوف يا ترى الشوط بتاعنا مظبوط ولا لا. اعتقد كده مظبوط. طبعا في مشكلة في الزرع دلوقتي، الزرعة دي خلاص بقت كده محتاجة تتظبط تاني لأن دخلت في الركن اهي. اخد دي كده شوية اطلعها، ممكن اطلعها لبره كده. اوكي ممكن انزل بيها كده ناحية باب البلكونة شوية، ممكن نعملها روتيت حاجة بسيطة كده ايه يدوي عشان ايه ما تبقاش عاملة تداخل مع حاجة تانية مثلا، حاجة زي كده. كويس قوي ماشي. اعتقد كده الدنيا معانا بفضل الله بقت الى حد ما مظبوطة. فاضل لي حاجة واحدة دلوقتي ان انا اعمل بقى تيست ريندر وابتدي اتفرج على اللي انا عملته في الاعدادات بتاعتي دي او الشغل بتاعي ده. تمام هسيف بس اللي انا عملته ده كده وبعدين اعمل تيست ريندر ونتفرج هل احنا النتيجة بتاعتنا بقى شكلها ايه دلوقتي يا باشمهندسين. سيف بس كده وبعدين ايه هنعمل التيست ريندر بتاعنا ان شاء الله. خليكم معايا لحظة واحدة لحد بس ما يعمل سيف. مش عارف الموضوع بقى بياخد وقت فعلا سيء جدا. معلش يمكن شغال من البيت، الورك ستيشن عندي في المكتب للاسف طبعا كان يفرق معايا كتير جدا في الشغل، بس علشان شغال من البيت فالجهاز طبعا عندي مش قوي قوي قديم شويه، لكن الحمد لله شغال يعني هينتج معانا. طيب تعال بقى كده الرندر، هنخش بس على الرندر كده اقلل بس الاعدادات بتاعتي شويه، اظبط شويه اعدادات كده بسيطه. ممكن اخد الشوت مثلا 600 في 800 اوكي عشان تبقى شوت واضح. هنا عندي حاجة override ماشي خلاص اوكي. ممكن هنا اخليه كده ده كده تمام. image filter ممكن احط له filter كده بسيط وليكن مثلا match linear valley خلاص. bucket ماشي. الجلوبال زي ما هو. color reinhard ماشي كل ده زي ما هو خليه. هنا ممكن اعلي شوية هنا بس هقلل طبعا هاي لا هقول لا فيري لو حاجه صغيره قوي. ممكن نخلي ده 30. انا كل ده خد بالك انا بعمل كل ده تيست يعني بقلل عشان ما اضيعش وقتي على الفاضي. خلاص دي مش اعدادات ريندر نهائي. ها انا بظبط بس كده شويه حاجات كده بقلل الايه الاعدادات بتاعتي. ممكن نحط هنا دي نويزر خلاص كل ده كده اوكي. دي شويه اعدادات كده بسيطه ده للتيست ريندر يا باشمهندسين. ده للتست ريندر. في عندي برضو الاكسبوجر ما عملتوش. حلو جدا كده. تعال بقى ايه نعمل شوت كده الرندر ونشوف نقول له بعد اذنك كده اديني الرندر وفرجني يا ترى الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي يا باش مهندسين. نبدا كده بسم الله ونشوف التست ريندر هيعمل معانا ايه. بدا معانا نشوف كده مع بعض يا ترى هيدينا ايه في اللي احنا عملناه ده وتعبانين فيه بقالنا كام محاضرة. لو احنا مستنيين اعداداته يرندر، لو حد ليه سؤال او اي حاجه يكتبه او يسال فيه. تمام فاحنا مستنيين كده ايه الريندر بتاعه لحد ما يخلص ورينا الشوت اللي احنا عملناه ده يا ترى هيبقى شكله عامل ازاي. مش عارف طبعا شكله واخد وقت ضخم قوي، ما اعرفش ليه ده انا معلق اعداد ريندر جدا. ان شاء الله في محاضره الريندر غالبا هجيب بقى الورك ستيشن وهعملها من المكتب والحمد لله بدا يشتغل. تمام بدأ يظهر عندنا اهو ال V-Ray Frame Buffer. تمام بدأ الشوت يظهر الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله على السلامة. بدأ يظهر معانا الشوت يا باش مهندسين ويا ترى احنا فلحنا ولا لا.
كده ونشوف ايه ونتفرج مع بعض. الحمد لله نطق الراجل اهو بعد عذاب. الله كويس يعني، ماشي بسرعة ما شاء الله، بس مش عارف ليه كان في الأول زعلان كده. ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيك يا باشمهندسين، فلاحنا ولا لا؟ باشمهندس الرحاب بتقولي ما شاء الله الحمد لله. ايه رأيك يا باشمهندسين، باشمهندس ايمان؟ تمام، يستحق التعب والمجهود اللي احنا بقالنا فيه بقالنا فترة ده. خدوا بالكم احنا لسه ما عملناش اعدادات ولا عملنا اي حاجة ولا ضفنا اضاءات، احنا بس كل عملناه حطينا كام سبوت وحطينا بلوكات مع الاباليك فقط لا غير. باشمهندس شيماء تمام جميل، الله يبارك لك يا باشمهندس محمد. ادي الشوط بتاعنا تقريبا، الله يبارك لك يا رب، تسلمي يا هندسة. ادي الشوط كده بتاعنا بهدوء اهو خلاص وكده. طبعا في هنا بقى ملاحظات برضو، عندك الستاره طايره من على الارض رغم ان ده الطبيعي يعني، المفروض الستاره تكون عاليه على الارض. باشمهندس صبري الله يبارك لك يا رب، باشمهندس عمر اسلموا. ادي الشوط بتاعنا وادي الدنيا اهي يعني الى حد ما. طبعا في بقى ايه، احنا خد بالك احنا لسه ما حطناش اضاءه سقف ولا حطينا ليد ولا عملنا اي حاجه، احنا شغلنا بس على الاضاءه الداخليه اللي هي بتاعه الاباليك و بتاعت الايه السبوتات. حتى السبوتات مش ظاهره هنا مش عارف ليه يعني، انا مش شايف السبوتات مش باينه في السقف، عايز ابص على السبوتات لك تكون مقفوله ولا حاجه تمام. لكن من الشكل العام دلوقتي اعتقد ان احنا الحمد لله مجهودنا ما راحش في الارض تمام. اعتقد ان الشوت كده معقول، فاضل بس زي ما قلت لكم فقط ان الستاره تنزل تحت شويه، تنزل لتحت شويه، مش عايزين اكتر منها تنزل تحت شويه، ممكن نكبرها هنا شويه بس اعتقد كده معقول يعني مش وحشه. باشمهندس سامي بتقول لي نجفت الركنه بنحط لها ليد ازاي؟ حاضر يا باشمهندس حاضر، هنيجي لسه هننسى نعمل ليد، حاضر ده لسه في ليد سقف وليد الركنه يعني. بسم الله. طيب نجفت كويس، انت نجفت الركنه طبعا لازقه في الارض قوي، المفروض طبعا واطيه قوي كده كده تخبط في دماغ اللي قاعد يعني، المفروض نجفت الركنه تعلى شويه خلاص تظبط معانا شويه اوكي. دي برضو كويس لفت نظري ليها. والستاره اعتقد هم دول الحاجتين اللي عندنا فيهم مشكله تمام، لكن اعتقد ان الحمد لله الباقي كله كويس، حتى النويز مفيش نويز تمام. ما اعرفش ايه في حاجه طايره في دي تقريبا لمبه نازله من السقف تقريبا اهي تبع الركنه تمام. هنا في طبعا جزء هنا عشان ما فيش اضاءه، فهنا مبقع عشان ما فيش اضاءه فوق يعني، الجزء اللي فوق ده عشان ما فيش فيه اضاءه، والنجفه اللي تحت عايز تشال بقى خلاص لان ده اللايت بتاعنا، فاصبح في نجفه فوق هي تشال. وقلنا الستاره خلاص. في حد ملاحظ اي حاجه تانية انا مش واخد بالي منها؟ تمام اعتقد ما فيش غير هم دول تقريبا، لو حد ملاحظ تاني حاجه تانية يقول. طيب هفتح الهيستوري من تحت هنا كده واقول له بعد اذنك سيف لي الجزء ده لو سمحت تمام. الستاره والكنب، يعني ايه الستاره والكنب باشمهندس عمر؟ ايه في تدخل اللي اللي صح صح كلامك مظبوط صحيح، الستاره والكنب هنا، الستاره داخله في الركنه لما احنا عملناها فهي في تدخل صح باشمهندس، الله ينور عليك تمام برافو عليك. يبقى محتاجين نعدل الجزئيتين دول او الكام جزئيه دي. يبقى انا كان عندي الستاره والكنب، عندي الاضاءه دي تعلى شويه فوق تمام. باشمهندسه ندى بتقولي لا النجفه مش محتاجه تترفع، انا شايف انها نازله قوي يعني، لو حد واقف او معدي كده ممكن نلطش يعني فيها، فاعتقد لو اترفعت فوق شويه اي ثينك ممكن تبقى افضل يعني. باشمهندسه ندى بتقولي مش عايز ترفع، ماشي خلاص ممكن نسيبها زي ما هي ما عندهاش مشكله، نظبط بس الركنه والستاير خلاص اوكي حاضر. يبقى نيجي كده عندنا هنا بقى، نيجي ونقول تعالى بقى يا باشمهندس احنا عندنا شويه حاجات عايز تظبط تمام. نيجي من هنا كده فوق نشوف الستاره والركنه بتاعتنا، فهناخد الركنه ادي الستاره تمام وادي الركنه، ونبص على الاثنين مع بعض من الايه الايزوليتر ونتفرج. فين الستاره؟ ما جابش الستاره ليه؟ في تداخل طبعا باين قوي تمام، اهو تداخل ضخم جدا، فلازم نظبط بقى ايه التداخل بتاعنا ده. يبقى انا كده التكبير اللي انا عملته للركنه قبل كده طبعا لا 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 طبعا يا باشمهندس لازم تترفع طبعا كده مش هينفع يعني. ممكن اطلع بالركنه لبره شويه او ممكن اسكلها كده شويه يعني، اخد تسكيله بسيطه كده تمام ماشي، وبعدين نحركها لبره ما عندناش مشكله
تبقى بعيدة عن الستارة كده، مفيش تداخل بينها وبين الستارة. تمام؟ ليه؟ أنا عايز أبص على الحيطان، مش عايز أطلع برضه عن حيز البلكونة بقدر الإمكان. فين البلكونة بتاعتي اللي هي الوول؟ الوول فين عندنا؟ بسم الله أهو. يبقى كده ما خرجتش عن الحيز الحمد لله، وظبطنا موضوع الستارة. طب لو أنا جيت بصيت برضه على الستارة دي، هل ممكن تتحرك ولا لأ؟ ده عايزين نشوفه برضه. خلاص؟ لكن أعتقد إن كده الدنيا عندنا برضه يعني سكلنا حاجة بسيطة قوي وحركناها للخارج مسافة بسيطة، بس أنا شايف إنها طالعة بره كتير يعني، فأنا عايز أبص عليها برضه الستاره مع الفورم الجبسيه، نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. هل ممكن تتحرك الستاره لورا شويه ولا لا؟ اعتقد هيبقى صعب شويه عشان مقبض الايه الشباك يعني. تمام؟ عشان مقبض الشباك بتاعنا. خلاص تمام اوكي. انا ممكن اعمل حاجه في الشباك ده، انا مش عايز اوجع دماغ، ممكن ايه اسكله شويه يعني، الم السكيل بتاع الشباك ده كده شويه، هو يعني هيقرفنا ليه يعني. تمام؟ بدل ما ضايقنا كده ممكن نسكله كده سنه ونقول له ايه بعد اذنك. بس هو المشكلة بقى إن المقبض لازم كده أو كده، عشان الحافة بتاعت الشباك لازم تكون عليها. ماشي، مش فارقة كتير يعني، خلاص مش مشكلة، خليه زي ما هو. تمام، يبقى كده إحنا إيه هندور على الـ ده والجبسون بورد. خلاص كده مظبوط، ما عندناش مشكلة، أعتقد كده الركنة مع دول بقى مظبوطين الحمد لله، كده حلينا المشكلة دي. طيب في عندي كانت مشكلة تانية في الشوط، خلاص ان انا عندي ركنه النجفه بتاعتها كبيره قوي، صح؟ ان الركنه دي النجفه بتاعتها نازله قوي، طبعا ما تنفعش الكلام ده خالص. فهنا بص كده اهو، وفي عندي الاضاءه دي، فانا لازم افتح بس السيلينج بتاعي. فين السيلينج؟ اهو. لا ده جاب الارض ازاي؟ ازاي؟ اه ماشي اوكي. خلاص طبعا انا ممكن اعمل بقى، اخد ده جروب، الجروب بتاع الركنه ده، واقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي الجروب ده اوبن. خلاص وابتدي اشتغل بقى على دول يعني، ابتدي اخد الاضاءه دي اللي هي دي كده، وبالسكيل بتاعنا نصغرها كده شويه، اعتقد كده معقول، واطلعها تاني في السقف كده بهدوء كده، تبقى الدنيا يعني اعتقد كده الارتفاع مناسب يعني. تمام؟ ودي ما عنديش مشكله دي في الجانب، مش هتفرق معايا حاجه، بس ممكن اظبطها مع السقف، تقول له الاين على السقف كده لو سمحت. تمام؟ ده اعاكس بقى مينيمم ماكسيمم في الواي. ايوه كده تمام اوكي. يبقى كده ايه ظبطنا الوضع بتاعها، خلاص مظبوطه كده تمام كويس، مفيش مشاكل. اعتقد كده الدنيا بقت الى حد ما مظبوطه الحمد لله. جروب اقول له ايه كلوز. خلاص عندي النقطه الثانيه اللي انا كنت شايفها هنا بتاعت الستاره اللي هنا دي جنب البلكونه. الستاره دي طبعا محتاجه تتظبط للارض شويه، مش لقوي بس تنزل تظبط على الارض شويه، عشان شايف ان انا او شايف انها عاليه، واكيد دي هتبان معانا برضو. خد بالك يعني دي ودي هيبانوا نفس المشكله. تمام؟ ممكن ايه هقول لك يا فين، ممكن انزل بالزيت بتاعها شويه يعني، هي كده تحت البتاع مش باينه، ممكن اقول له بعد اذنك انزل لي بيها لتحت شويه. خلاص يعني ممكن اريح نفسي من القصه دي كلها، واقول لك ايه انزل بيها الستارتين دول مع الارض، ودي كمان زيها برضو في الصالون، وناخد الارض كده شويه والجبسون بورد فوق. تمام؟ ناخد الجبسون بورد معاهم عشان نظبط عليه، واقول له كده اعمل لي دول ايزوليت. تمام؟ طبعا الجبسون بورد مداري الستاره بشكل كويس، بس هي طالعه من على الارض يعني، بص الستاره طالعه لحد فوق، فانا لا ممكن اقول له بعد اذنك الستارتين دول ينزلوا لتحت على الارض شويه، مش قوي، بنسيب حوالي 3 سم ولا حاجه، او ممكن تنزل على الارض، بس انا طبعا بنسيب مسافه للسجاد او حاجه، فبننزلها كده تقريبا، او ممكن نثبتها على الارض ما عنديش مشكله، لان واضح ان ليها حرف راسي على الارض تحت اهو، ليها حرف كده راسي على الارض يعني، فنثبتها على الارض ما عندناش مشكله خالص. ممكن نعمل له اللاين برضو مع الارض اهو، نريح دماغنا خالص كده، يبقى حلينا الايه المشكله دي، ماكسيمم مع المينيمم. خلاص اوكي، يبقى كده ظبطنا ده. ومن فوق ما عنديش مشكله، هي جايبه كده جوه ايه الجبسون بورد، ما عنديش فيها مشاكل باذن الله. خلاص كده حلينا برضو مشكله الايه الستار. في كان اي مشكله ثانيه ولا حاجه يا جماعه غير اللي احنا قلنا؟ ها؟ في اي مشكله ثانيه غير ده وده؟ الزرع خلاص كده اوكي، الدنيا تمام. نشوف بس الزرع لما احنا حركنا، لا مفيش حاجه بتاخد في الزرع. كان في ايه تاني يا باشمهندسين؟ النجفه اللي فوق دي احنا قلنا النجفه دي خلاص مش عايزينها، صح؟ النجفتين دول كمان، فانا ممكن اعملهم كده ايزوليت. ماشي ماشي، نعملهم كده ايزوليت، ودول كنا عاملهم جروب، صح؟ اقول له كده ايه اوبن، واقوم واخد بقى الاثنين دول كده، اقول له شكرا مش عايز دول، ديليت. يبقى فاضل اللي عندي ده بس. ماشي واعمل له كده الجروب ده، نعمل له ايه؟ ما عادش بقى في جروب بقى، خلاص ده كده جروب لوحده. ده ايه؟
انا طبعا بحاول اكتب حاجه شبه عارف اوصل لها ماشي اند ايزوليت، واعتقد ان النجفه دي محتاجه تيجي في النص كده شويه فوق الترابيزه كده، يعني اعتقد انها تتوسط في الاوضه شويه. طبعا لسه بشوف بقى حجمها ودنيتها فيها ايه لما نيجي نشتغل عليها، دي بسيطه ان شاء الله ماشي. برضو الحاجات دي هتبان معانا كده. ما انا خلاص شلت النجفه القديمه خلاص، دي كده مش عارف حاسس حجمها صغير ولا ايه مش باين، بس هتبان معايا. ممكن النجفه دي في حاجه هنا، ايه ده؟ ده الكاميرا ماشي. اعتقد النجفه دي محتاجه تكبر شويه ولا ايه؟ I think ممكن تكون محتاجه تكبر شويه. ده السقف اللي فوق، ونعمل كده ايزوليت تمام للاثنين. اعتقد النجفه دي محتاجه تكبر قوي، انا حاسس انها لازقه في السقف قوي، فاعتقد ان النجفه دي ممكن نحتاج نكبرها شويه. ناخد السكيل بتاعها كده سنه ونكبر السكيل كده، يعني تقريبا ممكن ننزل بقى كده، وممكن اعتقد ممكن لو عملنا سكيل طولي شويه نسقطها لتحت كده سنه، يعني محاوله من التظبيط شويه كده، ونعملها اللاين برضو مع الجزء ده، ونعكس بقى نقول له الايه الماكسيمم مكان المينيمم لو سمحت. اوكي، يعني كان محاوله من تظبيط الايه النجفه دي. طيب كويس قوي، اعتقد كده الى حد ما الدنيا الحمد لله متظبطه معانا. برضو ملاحظ حاجه هنا في الشوت ان النجفه، بس مش هتبان غير من الجهه ده، نجفه السفره اعتقد واطيه شويه ولا معقوله. تعال ناخد شوت تاني نرندر حاجه تانيه، مثلا ناخد الايه الصالون مثلا الجزء ده كده تمام، ده جزئيه الصالون، نبتدي نرندر ونشوف كده برضو الجزء بتاعنا تمام، ونقول له ريندر ونستحمل بقى الاول، بس نسيف اللي احنا عملناه. بسم الله. اتمنى يكون الدنيا واضحه والناس يعني مستفيدين بالموضوع وشايفين النتيجه مقبوله بالنسبه لهم، شغلهم اللي عايز بالذات اللي عايز يشتغل في المجال ده وعايز يبقى ربنا يعني يجعله منها باب رزق. يعني اتمنى تكون الدنيا واضحه، شايف الامور بسيطه كلها، بس طبعا يمكن عشان انا شغلي وعارفه، اتمنى تكونوا انتم كمان شايفين الموضوع بسيط الحمد لله. ان دايما بشوف ناس كتيره بتهول وتصعب الدنيا وحاسسك ان الموضوع مش مهندسه رويده بتقول لي هنا بقى في مشكله، هي بانت من قبل ما الرندر. كويس يا باشمهندسه، البوفيه هنا مش مظبوط صح؟ شايفين كده البوفيه كده بانت على كده على طول من قبل ما الرندر، يعني من قبل ما الرندر كده في عندي مشكله هنا. الجزء ده ما اعرفش ده مرايه ولا تابلو، فواضح ان انا عندي مشكله هنا مع ده، مع البنوهات اللي في الحيطه دي، مع الحيطه نفسها. هنعمل كل ده ايزوليت ونبص على المشكله دي. اهو محتاج البوفيه ده يتظبط. طب تعالى كده نظبطه بقى. كويس تمام، برافو عليك يا باشمهندس. ما برضه كويس العين لازم برضه تاخد بالها كويس قوي وهو شغال وانا شغال، ان انا عندي الدنيا ممكن تكون محتاجه مني تظبيط. طيب تعالى كده هنا، هي متوسطه تمام. اجي هنا بقى على جزء ده كده اهو، نيجي كده. هي مش باينه طبعا، البنوهات كلها طبعا داخله في بعضها، فاحنا ممكن نحاول نقفل منهم حاجه لوحدها، يعني نحاول نقفل حاجه كده ولا حاجه، برضو كله ممكن نعمله اوبن مش مشكله. خلاص انا عايز بس ايه البنو اللي انا هشتغل عليه فقط عشان ابقى شايف بس التبسيط بتاعي الدنيا شويه. لا اعتقد هو ده اللي احنا كنا عايزينه. ايوه نقفل الباقي بقى خلاص بالظبط كده. طبعا انت لو خدت بالك ان البوفيه هنا فيه مشكله تمام، ان هو اصلا المفروض يكون متوسط بين البنوهات، يعني كده هو ايه احنا موسطينه على السفره، بس اعتقد ان هو المفروض يكون في وسط البنو كده، يعني شكلا اعتقد يبقى افضل كده تمام. والجزئيه الثانيه برضه هعمل له كده اوبن، دي لو مرايه او تابلو لازم تطلع عفوا كده، نطلعها فوق كده اهي، تبقى في المتوسط كده. التابلوهات بقى والحاجات دي بتاعي ما فيش فيها مشكله، دي زي ما هي دي ما فيش مشاكل فيها خالص. اوكي ماشي، في هنا اضاءه صغيره كده جوه عايز ابص عليها برضو وانا شغال كده، اشوف الاضاءه دي ترى كافيه ولا اضاءه اي كلام. تمبريتشر ماشي. طيب كام؟ 1500. اوكي ماشي شغال شغال ماشي. اوكي خلاص نعمل بقى كده ايه جروب، نعمل ايه كلوز، نقفل الكلوز ده، والجروب الثاني بتاع البنوهات برضو نعمل له ايه كلوز.
تمام ويرجع كل حاجه زي ما هي. خلاص اعتقد كده ظبطناها. في حاجه تانية يا جماعه ملاحظينها ولا حاجه واحنا شغالين قبل ما نرندر؟ عشان تعرفين الرندر بياخد وقت ده حوالي 10 دقايق تقريبا. في حاجه ملاحظينها تاني؟ اعتقد ان انا برضو لو انا خدت بالي كده ممكن اقول ان عفوا انا ببص كده من الكاميرا كده، اعتقد ان الكنبه كبيره شويه صح ولا ايه؟ اعتقد ان الكنبه يعني بالنسبه لحجم الكرسي شايف انها كبيره شويه، فانا ممكن اسكلها كده شويه. بسم الله. كمان واحده اعتقد كده بقت مناسبه صح، اعتقد كده بقت مناسبه. ماشي نظبطها بقى من ايه مكانها، اكيد طبعا طارت من الارض، فناخدها كده كنترول مع الارضيه ونعمل اتنين ايزوليت ونظبطها. طبعا هتلاقيها طايره من الارض اكيد يعني، تمام. فنقول له كده اعمل لي الاين لو سمحت مع الارضيه دي كده، بس انا عايز ايه المينيمم مع الماكسيمم كده لو سمحت. هيبوظ. هنا لا سوري عفوا انا لازم على الزد مش الواي. ايوه كده لا كده جميل مينيمم. اوكي ماشي حلو قوي ظبطنا دي خلاص كده الارضيه تمام الحمد لله. اند ايزوليت ممكن ابص لها. كده اعتقد كده بقى يعني في نفس حجم الايه يعني. خد بالك الحاجات دي كلها بتفرق في النظر يعني، انت لما تبقى شايف الحاجه بالنسبه لك بيبقى وجهه يعني لازم تبقى مريحه للعين، فاعتقد ان هي كده مظبوطه. ممكن نرجعها لورا كده شويه بقى كده، خدنا برده شويه وسع بس عشان ما تخشش في الستاره برده تمام. والكرسي ده برده كده مع ده ممكن نحرك الاثنين كده بقى شويه، بندي وسع بقى للمكان اهو يعني، احنا كده بندي ايه اتساع للمكان بتاعنا. الترابيزه اللي جوه دي تحت دي كده ممكن نحركها كده شويه قدام كده اهو، والنجفه اعتقد كده معقوله توسيط، او ممكن ارحلها برده فوق الترابيزه كده شويه اهو. يبقى احنا كده تقريبا بدانا نظبط الدنيا بتاعتنا الى حد ما خلاص في الشوت بتاعنا. طيب تعالى ناخد بقى كده، حد ليه اي ملاحظات ثانيه قبل ما نرندر؟ ها اثينك ان احنا كده الحمد لله ما فيش عندنا مشكله. يبقى نرندر كده تاني عندنا الايه الفيو هو بتاعنا. اللون بتاع السبوتات كده كويس ولا اصفر قوي؟ لون السبوت ده كده اصفر قوي نرفعه سنه ولا كده كويس درجه اللون بتاعه السبوت اللي هو الاصفر ده اللي انا واقف عليه بالماوس ده كده؟ ها هل ده كده كويس ولا افتحه شويه؟ ايه رايكم؟ كويس بشون سنه ده بتقول كويس. ها حد له راي تاني؟ تمام حلو قوي. طبعا لو انت خدت بالك بقى الانعكاس والانكسار والظلال اللي موجوده عندك على كده كل الحاجات دي طبعا مظبوطه الحمد لله، فما عندكش حاجه بقى مداريه حتى الشادو والقصص دي كلها اهي، الظل والانكسار والانعكاس. طبعا النويز ده عشان عملت زوم كبير قوي يعني في ليد. تمام باشمهندس ايمن ده لسه كمان الاضاءه الخارجيه لسه بنحط اضاءه ورا الستاير دي، لو نحط اضاءه هيبقى طبعا قصه ثانيه خالص. ماشي تعالى بقى نرندر على الشوت بتاعنا اللي احنا عملناه ده اهو، ونبتدي ندي ريندر كده من عندنا، نقول كده بسم الله رندر لو سمحت، ونصبر عليه بقى كام دقيقه دول لحد ما نشوف الراجل الطيب ده هيدي لنا. اعتقد الحمد لله الى حد ما والشمع ما شاء الله اضاءته حلوه جميله يعني. طيب كويس يا ميسر الحال. طبعا اتمنى الناس تكون فاهمه ازاي بيظبطوا الشوت بتاعهم وازاي بيظبط الموديلنج تمام، والتست ريندر معاك على طول. طبعا انا قلبت الاعدادات كتير، انا يمكن حطيت بس حاجتين يمكن هم اللي متقلين شويه اللي هو دي نويزر، وحطيت اللي هو الميتشل انترفالي اللي هو الفلتر تمام، عشان يدي برده حتى يعني تعمل تست ريندر تست ريندر واضح مش معكوك يعني. عندي مشكله ثانيه ظهرت اهي، الباب طاير في السماء ما اعرفش ازاي، شايفين يعني الباب طاير في السماء، المفروض الباب ده يترحل على الارض تحت، ما اعرفش هو لازق فوق قوي كده دي. لا ده القديم يا باشمهندس محمد، لسه ده عدلناه، ده خلاص عدلناه، ده كان الشوت القديم اللي احنا عملناه، دلوقتي واخدين شوت تاني خلاص عدلنا دي الحمد لله. بس انا ما خدتش بالي من موضوع الباب ده بصراحه، موضوع الباب هنا كده الباب لازق في الكرانيش فوق، ده طبعا مش صحيح، المفروض الباب بينزل لمستوى الارض، فده محتاج يتظبط عندنا الشوت ده. طيب احنا كده بناخد شوت تاني اهو بيرندر معانا، وربنا يكرمه كده ويقوم ايه على خير ويخلصنا بسرعه عشان الوقت بتاعنا.
طبعا انا برندر قدامك، انا كان ممكن ارندر الحاجات دي وانا قاعد لوحدي، بس حابب انك تشوف الشوت والدنيا عامله ازاي. يعني دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا او بالنسبه لك انت، بتبقى حاجه محفزه انك تشوف شغلك وهو بيطلع قدامك وانت قاعد، مش ان انا بس اقول لك بص انا رندرت حصل كذا يا باشمهندس، لا انا عايزك ايه تعيش اللحظه في نفسها، لان الحاجات دي انا مش مجهزها قبل كده. انا بالظبط، يعني انا شغلي وبعدين كل التعب بقى، بقى لنا كام محاضره مني مش عارف ايه وبتاع، وفجاه بيطلع الشوت بتاع ده كده تمام. فطبعا الشوت لما يطلع قدامك يعني مباشر، فاعتقد ده بيبقى ليه برضو عندك احساس برضو كويس، بيبقى حاجه كويسه وانطباع بيبقى ايجابي عندك بالنسبه للنتيجه وتعبك طول الكورس اللي احنا او طول الورك شوب اللي احنا شغالين فيه ده تمام. بقى ناس كتير ممكن بيشوفوا الشغل ده يقول لك اتعمل ازاي ودول عملوه ازاي والحاجات دي، لا الموضوع كله الحمد لله مش من سامي. ربنا يفرحك دايما، رب يفرحكم جميعا يا رب، ربنا يسعد قلبكم جميعا ويفرحكم ويرزقكم الخير دايما يا رب. يلا يا عم جهاز، هتخليني بقى المره الجايه اجيب بس هقعد اشيل لي ورق الورك ستيشن، اما بعمل بقى البث من المكتب بدام الجهاز هنا كده. ممكن ابقى المره الجايه بقى او نعمل في الريندر اخليه في المكتب هناك ان شاء الله، عشان الورك ستيشن يبقى اسرع من كده بكتير باذن الرحمن. لكن هو ما بياخدش كتير، يعني هو بياخد له حوالي دقائق بسيطه يعني تمام، بياخد له 10 دقائق تقريبا ولا حاجه في الريندر او اقل من 10 دقائق. هي ميسر الحال. باشمهندس عمر بيقول لي شلت الحاجة اللي على الحيط اللي تحت المكيف. فين الحاجة؟ فين؟ مفيش حاجة تحت التكييف. هو بدأ يشتغل الحمد لله الشوت بتاعنا اللي هو الشوت تاني بسم الله. نتفرج كده سوا ونشوف. باشمهندس عمر تقصد ايه؟ مش واضحة قوي بس هنشوف دلوقتي، هنشوف هتبقى عاملة ازاي بسم الله. هو تقريبا الوقت الاولاني بس عشان الفلاتر اللي انا حطيتها، هو الوقت الاولاني ده بيبقى بس فقط في حسابات الفلتر والكلام ده كله، انما هو في الرندر ما شاء الله يعني هو في الرندر سريع ما بياخدش وقت، هو بس المشكله في الحسابات الاولانيه خالص يعني. ماشي مش مشكله يعني، هو خد له ايه يعني 5 دقائق 6 دقائق مش قصه يعني. بس الحمد لله هنا برضو يعني الشوت ما شاء الله شايف ان هو كويس. هي السفرة هربت ولا ايه؟ اي سوري الركنة، الركنة مش باينة ولا انا الكاميرا مش جايبة الركنة. ما شاء الله تبارك الله. باشمهندس انا ده طب بس صحيح الاسبوتات فين صحيح؟ انا مش عارف هي مقفولة ولا ايه؟ في الشوط هبص عليه حاضر يا باشمهندس عمر، هرجع للشوط الاول ابص عليه حاضر. ده الشوط الثاني اعتقد الى حد ما فيهوش مشكلة يعني. أنا بحاول كده أقلب كده بسرعة بعناية، أعتقد إن هو النجفة مظبوطة، الدنيا مظبوطة تمام، الظلال هي بس اللي ممكن تكون مختلفة النجفة اللي في النص دي شكلها شاذ عن الوضع العام. ممكن نشوف مصدر إضاءة تاني مختلف غير، بس هي ماشية مع الركن بصراحة، لكن محتاجين حاجة تكون أكبر شوية، نجفة ممكن تكون نازلة من السقف ولا حاجة. شكلها غريب يعني، عارف انت شكلها مش ماشي مع الحاجه ده. لا مش هنسى ايمان موجوده ما تقلقش، انا اشوف بس ايه المشكله، ممكن تكون مقفوله عندي في ال اللي هي بتاعتها ممكن تكون مقفوله يعني. طيب ده الشوط الثاني، حد ليه اي ملاحظات عليه غير النجفه بتاعت الصالون؟ حد شايف اي ملاحظه اي حاجه غير النجفه بتاعت الصالون؟ حد ليه اي ملاحظه على اي حاجه؟ اعتقد السفره مقاساتها مظبوطه، لازم تكون عينيك مرتاحه للابعاد يعني، لازم احس ان الكراسي معقوله ما لهاش كرسي كبير وكرسي صغير تمام. لازم تحس براحه في سيمتريه في الشغل تمام. هنا حسب بس سيفها برده هنا كده. ان شاء الله الحاجات دي انا هحفظها لكم على الجهاز وابعتها لكم على الجروب عشان تبقوا برده كده. نقرب كده الزوم. باشمهندس باشمهندس انا بتقول لي الترابيزه قريبه قوي من الكنبه ولا لا؟ انهي ترابيزه؟ الترابيزه اللي هي بتاعت ال ممكن ممكن هشوف دي من التوب كده، بص عليها كده على طول من التوب. اعتقد انها مش قريبه قوي يعني، انا شايف من هنا هي الترابيزه مش قريبه. الترابيزه اهي وادي الكنبه اهي تمام.
ماشي، ممكن تكون ممكن تكون عاليه عن الارض صحيح، يعني هي من هنا ايه صح طايره في السماء، فتحس انها قاعده فوق الكنبه. ماشي، نظبطها كده على طول اهو، لما الاثنين ايزوليت واحنا شغالين. طبعا الترابيزه ما شاء الله تبارك الله، يعني عارف انت في قدرات خارقه في المشروع ده يا جماعه. تمام، الترابيزات بتطير في الهواء، يعني عارفين انتوا كده القصه ايه جميله جدا كده. خلاص اهي ظبطت، ماشي دي نقطه. ايه تاني؟ ادي اول نقطه. طبعا النجفه، انا شايف النجفه طبعا مش مظبوطه، مش ماشيه خالص مع الشكل هنا. يعني بص هنا دي مع دي مفيش سيمتريه بصراحه، في حاجه غلط. تمام، فلازم نشوف نجفه تانية، او ممكن ناخد النجفه دي نحطها هنا، بس طبعا برضو مش لايقه قوي مع الصالون يعني. طب كده خلاص ظبطنا الترابيزه بتاع الصالون. شايف برضو ان الجزء بتاع الطقطوقه ده يترحل كده شويه، يعني الجزء بتاع الطقطوقه بص هنا ايه جاي بعيد قوي. تمام، النجفه تكون طويله شويه. بص هنا الجزء ايه ده ايه ده بقى، ده السبوت، سوري. عندي هنا الترابيزه دي والطقطوقه دي، الاثنين دول مع بعض كده، اي ثينك ان هم محتاجين يجوا لورا كده شويه، ماشي، ما يبقوش يعني ممكن تحت السبوت كده الوسط كده ما بين الكنبه والكرسي، يبقى كده اعتقد التوسيط بتاعها افضل، يعني اي ثينك ان هي كده ممكن تكون افضل، يعني تبقى قريبه. ايه تاني؟ بص شويه تفاصيل بسيطه قوي، لكن طبعا بتخلي الشوط بتاعك طبعا بيبقى اجمل واحسن يعني. طيب ايه تاني الملاحظات يا باشمهندسين؟ التكييف وضعه كويس، الدنيا تمام، الزرع مظبوط، خلاص ظبطنا دي. في حاجه تانية يا جماعه، حد ملاحظ اي حاجه؟ السفره تمام. هنا بقى شغل البارتيشن، لو كان محطوط هنا كان الموضوع هيبقى صعب قوي. تمام، يعني كان لازم البارتيشن يتشال لان المسافه دي صغيره. تمام، فهنا الجزء ده هيبقى فيه مشكله ويبقى فيه صعوبه في المكان. كان الافضل فعلا ان احنا نشيل البارتيشن، ما كانش هينفع، بس اعتقد كده الدنيا مظبوطه يعني. والاضاءه والظلال والانعكاس والانكسار، كل الحاجات دي ما شاء الله في انتشار كويس، يعني بص انتشار الظل ممتاز. تمام، هنا نفس الموضوع تحت الكراسي اهو، الظلال الحواف بتاعتها حاجه طبعا كويسه. باشمهندسه بتقول لي في اباجوره على ترابيزه الصالون ممكن نشيلها، اللي هي في النص الصغيره دي، ولا نشيل اللي في الجنب دي؟ ترابيزه قصدك الاباجوره دي يعني، اللي هي الترابيزه دي ممكن تتشال. ممكن نشيل الاباجوره دي، ملهاش لازمه. اعتقد يعني اباجوره هنا اباجوره هنا موضوع مش ظريف. تمام، وممكن الاباجوره دي نعمل لها كابي هنا، يعني الاباجوره هنا برضو اللي في السفره نعمل لها حاجه، بس في حاجه هنا تقريبا، اعتقد في حاجه هنا تابلو او حاجه، وهنا تابلو، يعني كان ممكن نجيب الاباجوره دي نعمل لها السفره، مش محتاجه ترجع لورا. لورا فين بقى يا باشمهندسه؟ للحيطه، ما هو الحيطه اخر الحيطه هنا، ولا انت عايزك ترجع ورا في نص الاوضه كده يعني؟ تعالى كده نبص يا باشمهندسه ايمان، اصل انا هنا بص السفره فين؟ اهي السفره اهي، خلاص يعني انا خدت السفره كده اهي، وادي الحيطه بتاعتي. تمام، ادي السفره وادي الحيطه، لو انا بصيت عليهم كده اهو، يعني هرجع فين تاني اهو؟ بص على اخر العمود، فهمتيني باشمهندسه؟ تمام باشمهندسه ايمان، شايفاني كده؟ بص هي على الاخر اهي، يعني انا لو رجعت ورا كمان كده خلاص يبقى كده مفيش قاعده هنا، فانا دوبك هي مظبوطه كده بالظبط. تمام، هي كده خلاص يعني، هي قافله معايا قوي، احنا كنا ظابطين الابعاد بتاعتها دي. طيب باشمهندسه سميه بتقول لي ممكن ترابيزه بيضاويه او دائريه مع الصالون افضل؟ ممكن اعتقد فعلا وجهه نظرك سليمه جدا، ممكن تكون مع الصالون لو حطينا ترابيزه ستيل هي دي ستيل بس دي مربعه. ممكن اعتقد فعلا لو احنا حطينا حاجه دائريه ممكن تكون افضل، اعتقد عندنا كان بندل بلوك زي كده، لان هي خد بالكم هي استناد النقطه دي ليه؟ لان انا دايما بخلي الحاجه تاخد من الانفايرمنت اللي هي موجوده فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا الترابيزه هنا انا عندي كل الصالون كيرفات دورانات، فمش هحط له حاجه مربعه. تمام؟ خلاص؟ يعني هنا ما بيبقاش ده كله كده وكده، كيرف دوران ودوران وحط له حاجه مربعه. فطبعا ده لا، فممكن كان في واحده اطرافها بيضاويه. اعتقد كان في عندنا حاجه في البلوكات ممكن نبص عليها كده. تمام، بسم الله. اعتقد كان عندنا في الموديل حاجه كده، كانت مش فاكر بقى انهي موديل، بس ابص كده بسرعه. بسم الله، كان في ترابيزه بيضاويه فعلا هنا انا فاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارف بقى في الموديل دي ولا في الموديل الثانيه. بسم الله، اعتقد في الموديل الثانيه مش هنا.
I think أنا في الموديل بتاعتي أنا في جوه عندي مش بتاعت مشروع. بسم الله موديل كانت فين كانت فين كانت فين. بسم الله بسم الله فين أعتقد كانت في يمكن في الموديل هنا تقريبا. لا دي كانت ال كان في حاجة أنا فاكر إن إحنا فعلا كان في ترابيزة وأنا يمكن قلت عايز أستخدمها كانت ستيل. فين بقى؟ ده الركنة بتاعتنا أهي بالماتيريال بتاعتها. جميل أوي. ده اللي إحنا خدناه اشتغلنا بيها صح؟ ولا دي حاجة تانية؟ مش هي دي اللي إحنا اشتغلنا بيها في الصالون عندنا؟ أعتقد هي دي. لازم اخد بقى حاجاتها دي كلها كده هناك بقى احطها فين عندي في ملف المشروع عشان الموضوع ده مهم جدا عشان الايميلر بتاعنا. طيب على ما ندور بقى فين احنا قلنا عندنا فين ال بسم الله فين يا هندسة؟ أنا بدور أهو كده بشوف في ترابيزات ركنة ستارة. طب هنا مفيش. طب كانت هنا في الموديل مفيش حاجة هنا أعتقد كانت موجودة عندي هنا بس فين بقى تشوفها الترابيزة دي. ده احنا خدنا منها كده السفرة أعتقد في حاجة هنا. بسم الله. طب نشوف كده لو في حاجة تانية. 3D بانل 3D بانل ده ممكن بارتيشن بس لا وخلاص البارتيشن بقى احنا قلنا المسافة مش تنفع فموضوع البارتيشن ده هيبقى موضوع مش نافع. طب ايه تاني فين؟ كان في حاجة هنا كنا فيها ال والله مش عارف هي تايهة مني فين؟ هي تايهة مني في حاجة هنا ولا هي في ملف المشروع نفسه؟ ممكن تكون في ملف المشروع نفسه هنا؟ أنا فاكر إن في حاجة هنا كنت شايفها فعلا ترابيزة إحنا قلنا عليها ممكن تكون هنا بره في المودلز اللي بره هنا. لا بسم الله الرحمن الرحيم ده البروجكت. طيب في حاجة هنا فيها موديل ولا حاجة ممكن في موديل هنا ممكن يكون هنا أعتقد إنها ممكن تكون هنا. ايوه هنا بالظبط هي كده بالظبط هنا اوكي تمام اعتقد انها هنا باشمهندسين. ننزل كده تحت بسم الله اهي دي يا باشمهندس صح. وعلى فكره دي ستيل برضو يعني هي دي برضو ستيل اهي بس احنا ممكن نشيل الاباجوره دي ونجيب ستيل بس بيضاويه ممكن تمشي البيضاويه دي صح كده هندسه مش هي دي. وممكن ناخد حاجه ثانيه برضو نشوف كده الاضاءه دي برضو على فكره النجفه دي كويسه ممكن تمشي مع الصالون ودائريه النجفه دي. ايه تاني؟ فممكن تمشي الترابيزه دي او دي برضو دائريه معاها يعني ممكن الترابيزه دي تمشي مع الصالون. ايه رايكم في الترابيزه دي؟ دي ولا الدائريه اللي تحت؟ او اللي احنا قلنا عليها هي دي. دي برضو جميله جدا حلوه شكلها بيبقى ماشي مع الكنبه بتاعتها. طيب ده 1000 10800 ومش عارف كام كده ندور عليها فوق 10800 وكام دي فين؟ بسم الله فين 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 يا ابو خطاب بسم الله فين هي؟ ندور عليها كده في الحاجات اللي فوق دي. طب لو هنا ممكن نلاقيها تحت اهي دي هي دي كده اهي خلاص واكستراكت نطلعها وناخدها نشتغل بيها. يا سلام يا هندسه احنا ورانا حاجه ما دام احنا الشغل ده كده طالع وطالعين حاجه كويسه ليه نبخل عليها؟ لا بالعكس احنا ما بنبخلش على حاجه الحمد لله. ناخد دي كده اهي ادي البلوك بتاعنا وادي الايه الشغل بتاعنا اهو زي الفل. تمام؟ ماشي؟ ناخدها بقى كده نحطها عندنا هنا كده بسم الله. فين المشروع بتاعنا؟ اهو ونيجي على ده كده الريندر خلاص ونيجي هنا بقى ايه من 3 دي كده عفوا نحط البرسبكتيف بتاعنا. ونبوظ بقى هنا زي ما احنا عايزين كده ونحط بقى الترابيزه بتاعتنا ما عندناش ادنى مشكله خالص باذن الله. ناخد بقى الترابيزه نرميها هنا عشان الباشمهندسه ما تزعلش مننا وتقول لك انت بقى ايه
ماتيريال ماشي، دي الماتيريال بتاعتها. اوكي تمام. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده محتاجة مننا سكيل محترم. ماشي صغاري صغاري كده تمام. ونيجي بقى من الطب كده عشان تبان معانا اكتر. سكيل 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 كده تمام. كمان سكيل، بعدين نعملها موف عشان نجيبها هنا كده اهو تمام. وطبعا نتعمل لها روتيت. ايوه تمام. بعدين سكيل تاني كتير 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 لحد ما تيجي قد ايه الجزء اللي احنا عايزينه ده كده بالظبط. اعتقد كده هتبقى مناسبه صح تمام. ماشي، وناخد الترابيزه دي بقى نقولها بعد اذنك معلش سوري احنا مش محتاجين دلوقتي. احنا ممكن ناخد اللي عليها نحطه على الترابيزه التانيه، واخدين بالكم؟ تمام، يعني ممكن ناخد اللي عليها نحطه على الترابيزه، يعني ممكن نطلع دي كده شويه نقول بعد اذنك احنا هناخد بس الايه التولز اللي عليكي خلاص، ونظبط الدنيا في الباقي. فين الترابيزه بتاعتنا؟ ادي الكرسي. فين الترابيزه؟ راحت اهي. هي مش باينه ليه؟ اه ده طايره في السماء ما شاء الله تبارك الله. يعني نبتدي نظبطها برضه على الارضيه، نفتح الارضيه بتاعتنا كده ونظبط عليها الارض بتاعتنا. فين ال الفلور او السيلينج؟ اي واحد منهم. بسم الله ايوه كده. نقول له بعد اذنك اعمل لي عليها ايه هنا، وصلها لي على الارضيه دي كده لو سمحت. مينيمم ماكسيمم ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ امبيانت كي. طب ماكسيمم مينيمم في حاجه غلط حصلت معلش. اه تقريبا 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 احنا المفروض يتعمل جروب. اه اتفكت من بعضها. ماشي كنترول زد كده تاني معلش. المفروض الترابيزه تعمل جروب. طبعا قبل ما اجيب اي بلوك المفروض طبعا البلوك ده قبل ما اشتغل عليه لازم اعمل له ايه؟ جروب الاول يعني تمام. ماشي لو واضح ان البلوك نزل مفكوك تمام، فاحنا ناخد البلوك ده كده نعمل له كده بعد اذنك اعمل له ايه؟ جروب. ماشي كده اوكي. بعد كده نقول له بعد اذن حضرتك بقى ايه نبتدي نشتغل عليه بهدوء. ماشي ما تبوظش الدنيا عندنا. فين ال ايوه ده كده اهو. وننزل بقى كده ايه على الارضيه بتاعتنا. ماشي ونشوف بقى فين الشغل بتاعنا وايه اللي حصل. الزحمه دي ماشي. ناخد بقى الترابيزه دي اللي احنا حطيناها دي كده خلاص، ونقول له اعملها لي بقى على ارضيه. فين الارضيه بتاعتنا؟ احنا كنا بنجيبها اللي هي السيلينج تمام، عشان باشمهندس بس ما تقولش ان احنا ايه مقصرين في الفينش بتاعنا كده. اعتقد كده الدنيا الحمد لله بقت مظبوطه عندنا. اوكي خلاص تمام ماشي، ونظبط بقى ايه ابعادنا ودنيتنا عندنا تبقى زي الفل. ماشي اوكي خلاص. ممكن بقى ناخد ايه بقى من الترابيزه دي زي ما احنا قلنا كده، دي ودي كده تاني ايه نصفصف كده ناخد شويه حاجات منها. ماشي اقول لك بقى تعالى كده بقى ايه الترابيزه دي ماشي، نعمل لها كده اوبن جروب خلاص. ناخد الترابيزه نفسها نقول له ديليت مش عايزينها، والاباجوره دي برده ديليت مش عايزينها خلاص. وناخد بقى شويه الحاجات دي كده بالراحه اوكي. نعمل لها كده كلوز بقى ولا حاجه، اي حاجه منهم نعمل لهم كلوز. جروب بقى خلاص عاوزين جروب لوحدهم. ماشي جروب لوحدهم خلاص اوكي ايا كان. ونسقطهم بقى فين هنا بس طبعا ايه هنعمل لهم ايه نسكلهم كده شويه طبعا عشان حجمهم مناسب للترابيزه الجديده. ممكن كده كويس قوي. تمام كده يا باشمهندسين اعتقد كده الدنيا مظبوطه. نشوف كده ايه من الجانب هنا لو كنش بس الحاجه طايره مع بعضها كده، ونعمل لها الاثنين برضه عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. اعتقد الدنيا عندنا مظبوطه بامر الله زي الفل، مفيش فيها ادنى مشكله. ممكن نعمل بقى ده كده اللاين برضو مع سطح الترابيزه دي اوكي خلاص الدنيا تمام مفيش ادنى مشكله باذن الله. تمام كده يا باشمهندسين، حد ليه اي استفسار؟ ها تمام يا باشمهندسه. الدنيا مظبوطه مفيش ادنى مشكله خالص، عايز بس اشوف بس ايه نسبه ارتفاعها مع الفرش عشان ما تبقاش الدنيا بالنسبه لنا فيها صعوبه مع الفرش والارضيه الركنه الكنبه بتاعتنا تمام، عشان برضو الشط العام ما يبقاش فيه اي خلل باذن الله. انا هشوف بس نسبه ارتفاعها مع ال هنا بص واطيه قوي صح، الترابيزه واطيه قوي عن ال يعني ممكن اخفي دي كده شويه من الهايت اشيلها كده تمام. يعني كده بص عامله ازاي، يعني اللي قاعد هيوطي عشان ياخد الحاجه اللي عليه،
فاحنا ممكن نعمل ايه؟ يا اما نرفع لها الزد شويه، يا اما نكبرها سنه بسيطه. يعني ممكن ناخد الترابيزه دي كلها باللي عليها نعمل لها تكبير سنه بسيطه، ماشي؟ يعني ممكن نعملها سكيل كده نكبرها شويه، اعتقد كده الى حد ما هتبقى افضل شويه. خلاص، ونعملها كده اونلاين. تمام، طبعا الحاجات دي كلها بتراعيها انت في التصميم، اعتقد كده معقول، مش وحش يعني، عاليه في مستوى معقول ومش كبيره قوي ضخمه انها مضايقه الدنيا كلها، فالدنيا معقوله معانا باذن الله. وممكن الحاجه اللي فوق دي نكبرها كمان شويه، اللي هي الحاجه اللي فوق دي كده، فدام كبرنا الترابيزه نعمل لها سكيل على شويه كده، ايه يعني، ماشي اوكي خلاص. برضو ده نعمل لها الاين، تمام اوكي ماشي، الاين على ده. ماشي اوكي. طب اعتقد كده الحمد لله الدنيا يعني الى حد ما مظبوطه خلاص، وجاهزين باذن الله ان احنا نبتدي نظبط الشوط بتاعنا كده. حد عنده مشكله في اللي عملناه كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه حتى الان؟ خلاص كده اعتقد ظبطنا الدنيا. لسه النجفه اللي فوق دي عايزين نشوف لها نجفه. لا لسه الباب، صح صح يا باشمهندس رويده، عند البيبان برضو فيها مشكله ما اعرفش ليه. تمام، برافو عليكي، فكرتيني بالمره عشان يبقى الشوط كل يبقى كل الاخطاء كلها بنصلحها مره واحده. عندي هنا باب اهو، تمام، وعندي باب هنا تاني، وعندي باب تالت، وعندي حيطه، وعندي ارض. انا عايز دول. بقول له هات لي دول بعد اذنك. ابتدي اشوف بقى البيبان اللي طايره في السما دي، معرفش ليه البيبان اللي طايره عندي في السما دي ايه مشكلتها. الباب ده ارتفاعه كله قد ايه؟ بص كده على ارتفاع البيبان، اشوف على الميجرمنت بتاعتي او الميجر بتاعته قد ايه. ارتفاع الباب المفروض 2 متر 22، هو المفروض كده ارتفاع الباب بصراحه، يعني المفروض ده يكون ارتفاعه، المفروض ان ده يكون ارتفاعه، بس انا عندي مشكله ان انا لازم الباب يكون مظبوط على الارض، فانا مضطر اسفا ان انا امط الباب لفوق شويه كده. هعمل ايه طيب؟ ما قدميش غير كده يا جماعه، انا ما قدميش للاسف غير كده، لازم اقفل الموضوع ده. لان واضح ان انا عندي مشكله في الابعاد بتاعت الكاميرا او ارتفاع البلاطه يعني. ماشي طيب، وعندي هنا الارضيه مالها مالها الستاره يا باشمهندس سمية؟ قلت لي في عندك مشكله في الستاره، ايه المشكله في الستاره؟ بسم الله باشمهندس سمية، بتقول لي في مشكله في الستاره. اظبط بقى البيبان دي كلها كده، اقول له مالي ليها اللاين على الارض اوكي، والباب التاني برضو اللاين على الارض تمام اوكي، واخد الباب التالت واعمل له اونلاين على الارض اوكي ماشي. نسيف بقى اللي احنا عملناه. باشمهندس سميه الستاره، لا ما احنا ظبطنا الستاره باشمهندس سميه، اعتقد ان احنا عملناها تقريبا، اعتقد ان احنا عملنا الستاره اعتقد. تمام ماشي، السبوتات باشمهندس ندى صح، برافو عليكي. الله ينور عليكي، السبوتات صح، انا مش عارف السبوتات مش ظاهره ليه، اي ثينك ان احنا محتاجين نبص عليها ليه السبوت مش ظاهر. تمام صحيح، الله ينور عليك يا هندسه، عايزين نشوف موضوع السبوتات برضو. طيب نعمل بس سيف عشان ما يحصلش عندنا مشكله، لان الموضوع طبعا خلاص احنا دخلنا في تفاصيل ما ينفعش ان انا اعيد فيها تاني او يحصل فيها اي مشكله. مجرد ما ظبطت حاجه ممكن اعمل سيف عادي كل ما اخلص اي خطوه عشان ابقى في مرحله الامان في الشغل بتاعي. تمام، عايزين نبص على سبوتات، نقفل بقى الميجر، فين السبوتات؟ اعمل كده كله ايزوليت وابص على سبوتات اشوف مالها مش ظاهره ليه. فين السبوت؟ المفروض ان السبوتات موجوده، لا هنا السبوتات ده السبوت. ايه بقى مشكلته؟ عايز اعرف بقى ليه السبوت ده مش ظاهر ليه؟ ايه اللي مشكله السبوتات بقى؟ ايه مشكله السبوتات؟ انا شايف السبوتات اهي، ده السبوت، ده السبوت، عايز اصطاده كده اختاره لوحدي. ليه بقى السبوت مش ظاهر؟ طب نجيب من اي جانب تاني؟ مش عارف بس الموضوع ايه السبوتات ليه مش ظاهر عندي؟ صحيح هي مشكله فعلا انا مش فاهمها. ده كده السبوت مع الجبسون بورد
كده ونشوف ايه المشكلة عندي. ماشي، ده السبوت. طب ما نفتح كل السبوتات عشان نشوف ايه المشكلة دي. كل دول اوكي. في سبوتات تانية مش باينة. دول شوف ايه مشكلة السبوتات مش ظاهرة معانا ليه. طيب كويس اوي. طيب تعالى بقى نبص هنا من الجانب، هل بقى السبوتات بقى ايه داخلة جوه الجبسون بورد؟ تفتكروا؟ يعني انا بصيت من هنا كده ليه مش باينة عندي؟ طيب ناخد كده برسبكتيف، معلش نقرب كده زوم. المفروض السبوتات تظهر صح؟ يعني كده المفروض هي بره الجبسون بورد. طب ليه مش ظاهرة عندي في الريندر؟ هي كده مظبوطة كلها تمام. ده اللي نعمل له كده ايه، نخفي ده، نعمل اوبن جيبسون بورد. لو خفينا الشيب دي والشيب دي المفروض انها كده تظهر. ليه بقى مش ظاهرة؟ ليه مش ظاهرة؟ هنا ظاهرة عندي اهو، بس مش عارف ليه مش ظاهرة عندي في الريندر. فدي مش مفهومة، يعني هنا ظاهرة في الجيبسون بورد اهو تمام، فمش فاهم ليه. طب هنشوف يمكن يكون في حاجة في الماتيريال اللي احنا مش واخدين بالنا منها. ماشي، هات لي الكاميرا بقى بتاعت الايه الصالون تاني. اوكي تمام، المفروض ان هم ظاهرين، يعني المفروض ان هم ظاهرين. جيبسون بورد ده اعمل له ايه؟ عملنا كلوز. اوكي فين الحاجة بتاعته؟ نفتح ده وده. اوكي ماشي، طيب جود. تعال بقى نرندر كده تاني ونشوف كده بسرعة، عشان طبعا الوقت بتاعنا خلاص على وشك النفاذ. يعني هرندر كده اقول بسم الله. في حاجة تانية قبل ما نمشي كده نسينا؟ لا مفيش حاجة، خلاص كده نبتدي نرندر كده بسرعة. في آخر كام دقيقة فاضل لنا، يبقى كده عملنا الشوط التاني. الستارة هي باشمهندس، أنا ظبطت الستارة. هو باشمهندس كان بتسأل بالستارة، خلاص بقت على الأرض أهي، ظبطنا الستارة عندنا. بسم الله، في آخر كام دقيقة كده بس نظهر الإيه الشوط الأخير بتاعنا. بعد التعديلات اللي احنا اضفناها. طبعا هنبص برضو من الناحيه الثانيه ونشوف لو في اي تعديلات او في حاجه عايز تعمل. هنبص برضو من الجانب الاخر باذن الله. تسلمي تسلمي يا باشمهندس سمية، الله يخليك، تسلمي. تمام كده احنا تقريبا خلاص. بتعلم مفيش حاجه ثانيه، مش بس فضل الاضاءه اللي فوق دي عايز تتشال شويه، تتغير النجفه اللي فوق بتاعت الصالون. اوكي عايز تتغير النجفه بتاعتها تمام. واعتقد ان الزرعه شكلا لو اتوسطنت في النص هنا افضل، يعني الزرعه لو جت كده شويه في النص كده تدي شكل افضل في السيمتريه عن انها تبقى مرحله في جانب واحد. دي ممكن تترحل شويه كده، دي برضو ملاحظه تانية عايز ابص عليها. مش عارف هو انا مش فاهم هو الزرعه دي كبيره ولا يمكن عشان قريبه من الكاميرا. اعتقد هما الاثنين نفس الايه الحجم، ولا نصغرها اكتر من كده شويه؟ يعني الزرع ده يصغر شويه ولا هو كده معقول؟ مش عارف، هي وجهة نظر طبعا مش هنشوف. ماشي اعتقد الشوت كده مش وحش، الشوت كويس، مفيش فيه مشاكل كتير، لا نويز ولا حتى الاضاءه. البقع السوداء اللي فوق دي مفيش، لان طال اضاءه كافيه. خد بالك البقع السوداء دي من قله الاضاءه، خلاص بيبقى في عدم انشار للاضاءه مش كافي، فبيظهر لك البقع السوداء. برضه بعض الناس يقول لي يا باشمهندس باجي رندر ابص للبقع السوداء ظاهره لي في الايه في الشوت بتاعي، فقول له لا يبقى الاضاءه عندك مش كافيه، الاضاءه مش محتاجه تزود شويه خلاص، او مش على القدر الكافي انها تملى المكان كله. يعني لان الاضاءه لو كافيه بتديك بص الانعكاس، وان هم بيبقى في نعومه كده في الظلال وانتشار في الظل، والانعكاس بيبقى حاجه جميله جدا لما يكون عندك الاضاءه مظبوطه. يا ميسر الحال. طيب الدنيا كلها كده خلاص، احنا طبعا بنشطب الموضوع بس يبدا يرندر. حد ليه اي استفسار اللي احنا قلناه النهارده، او ليه تعليق، او ليه اي حاجه؟ نجفه السفره فيها اضاءه لكن في الريندر مش باينه، ايه السبب؟ والله بص يا باشمهندسه، احيانا انا هنا بعمل هنا الريندر من غير ماتيريال تمام، من غير ماتيريال.
يعني ايه من غير ماتيريال؟ انا لغي الماتيريال كلها عشان ما ياخدش وقت اطول في الريندر. فممكن يكون النجفه نفسها واخده ماتيريال، فالماتيريال مش ظاهره فمش شفافه. يعني ممكن يكون النجفه بتاعت السفره الصوابع بتاعتها دي او اجزاء الاضاءه واخده ماتيريال، تمام، مش شفافه. فانا لو جيت عملت القصه دي و لغيت الماتيريال ممكن يكون قافل، يعني ما بقت سوليد مصمطه، عشان كده ما يظهرش الاضاءه الداخليه بتاعتها. فهمتني يا باشمهندس ايمن؟ لا، الاباليك الاضاءه بتاعتها من بره مش من جوه، يعني مش موجوده الاضاءه مش جوه الابليك. هوريها لك دلوقتي حالا بس خلص الريندر، لان الاضاءه بتاعته خارجيه زي السبوت كده، اضاءته زي السبوت، الاضاءه بره السبوت. لو انا حطيت الاضاءه جوه السبوت وبعمل ريندر مش هتظهر الاضاءه بتاعت السبوتات. فهمتني هندسه؟ تمام، اضاءه الاباليك بره الابليك نفسه. ده الشوت بتاعنا، تمام. بدأ باشمهندس عبد الرحمن نبيل، ملفات العمل لو سمحت بتاعت الورشه. تقصد ايه؟ قصدك البلوكات يعني قصدك، ولا الورشه كلها؟ الترابيزه بتاعت الصالون طالعه صغيره جدا، تمام، حاجه كده صغيره، عايز تكبر عن كده بكتير، تمام. ده يمكن الملاحظه الوحيده، لان طبعا اللي هيقعد على الكنبه او يقعد على الصالون مش هيوطي قوي كده للترابيزه، طالعه صغيره جدا، لازم تكبر شويه. خلاص، فدي الملاحظه اللي موجوده حتى الان. هنا لما ظبطنا الكرسي، سوري، الترابيزه بين الكرسي والكنبه، اعتقد هنا بقت شكلها افضل، بقت وضعها كده افضل الترابيزه او الطقطوقه دي. خلاص، الترابيزه دي صغيره قوي، دي الملاحظات مبدئيا. دي الترابيزه صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده، لازم تكبر بقى شويه. والزرعه دي لو جت في النص هنا كده بس تتحرك شويه كده، اعتقد هيبقى الايه الشوت بتاعها افضل، تمام. الورشه كلها، انا لسه الورشه وكنت حابب اكمل فيه لو ينفع. ماشي يا باشمهندس، كمل يا باشمهندس عبد الرحمن، مفيش مشكله، كمل معانا، اهلا بيك، مفيش مشاكل يعني، هو الموضوع مش هتقف على كده، اهلا بيك طبعا في اي وقت، اي حد بيتضاف معانا اهلا بيه يعني. تمام، ملفات الورشه هنشوف المتاح ايه وهبعته لك. حاضر. كده خلاص، احنا بدأنا خلصنا الريندر بتاعنا. طبعا النجفه دي قلنا خلاص، الزرع زي ما قلت لك كده، الترابيزه دي صغيره قوي، اعتقد مفيش ملاحظه ثانيه. حد شايف ملاحظه ثانيه يا جماعه؟ حد شايف اي ملاحظه ثانيه وانا مش واخد بالي منها؟ ترابيزه الصالون تمام، السبوتات اضاءتها ظهرت، بس هي لسه طبعا لسه اشوف برضو موضوع السبوتات ده ما ظهرش ليه، تمام. ممكن تكون مدفونه او الفورم دي مغطيه عليها لسه اشوفها، ممكن تكون مظبوطه على الحاجز اللي فوق مش اللي تحت، فانا هبص عليها تاني، تمام. ممكن تكون مدفونه فعلا، يعني هي اصل ده ليه سمك، ممكن تكون هي في السمك اللي فوق الحز اللي هي محطوط لها الحد على الحد اللي فوق ليها، فممكن يكون هو ده اللي خفيها، فهبص عليها دلوقتي ونبص عليها. طيب، يبقى احنا كده عندنا ملاحظتين اتنين فقط هم دلوقتي او ثلاثه، الزرع ده عايز يتجاب هنا شويه، الترابيزه بتكبر، والسبوتات نشوف عدم ظهورها ليه ما بتظهرش. تمام كده يا باشمهندسين، اتمنى تكون النهارده محاضره خفيفه لذيذه، يمكن شفنا نتيجه التعب بتاع المحاضرات اللي فاتت كلها. ان شاء الله المحاضره الجايه عايزه سجاده في النص، تمام. اعتقد ان اصلا السفره نازله بسجاده، اعتقد يعني السفره نازله بسجاده بس مش عارف ليه مش باينه. خلاص، وعايزين سجاده تحت الترابيزه هنا، وممكن احط سجاده هنا في النص برضو مشايه او حاجه. بالظبط، يبقى دي هنضيفها المحاضره الجايه باذن الله. حد ليه اي سؤال يا جماعه؟ تمام، حد ليه اي سؤال؟ باشمهندس مازن، اهلا بيك يا باشمهندس مازن. طبعا ممكن ترجع المحاضرات اللي فاتت موجوده على الشانل، القناه بتاعت اليوتيوب، وحاول انزلها لكم على الجروب برضو ان شاء الله. جروب مازن على جروب الفيسبوك تقريبا، ابعتها لك. حاضر عينيا، حاضر عينيا يا باشمهندسين. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى تكون محاضره النهارده استفدتوا منها حاجه، والقاكم على خير باذن الله المحاضره اللي جايه ان شاء الله.
أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على خير بإذن الله يوم الاثنين القادم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.